انا مش فاهم هو في ايه النهارده. ولا ظابط على مكتبه، ايه الحكايه دي؟ والله ما انا عارف. ظابط حسين، ظابط الانتربول. هو ما فيش في الاداره اللي دي حسين. حسين رايح، حسين تعال، حسين روح، حسين تعال. هو ما فيش في الاداره اللي دي الا حسين روح، حسين تعال. ما فيش حد يشتغل يا باشا الا انا. والله زهقت من الكلام ده وزهقت من الشغل ده ومش عاوز اشتغل. ايه في ايه؟ مالك عمال تبرطم ليه كده؟ انا زعلان يا باشا. ايه اللي مزعلك؟ تصدق يا فاشا انهم بيسرقوني بالفطار. بيسرقوك؟ بيسرقوك ازاي؟ النهارده الصبح جابوا لي فطار 25 طبق فول. حسين انسى موضوع الاكل شويه وخلينا نركز في الشغل. ضابط شهاب وصل ولا لسه ما وصلش؟ ده الضابط شهاب وصل يا فندم وبقاله يومين ما بيروحش. طب كويس قوي لان عايزه ضروري. روح بسرعه وابعتهولي. ايه مش بتقول بقاله يومين ما روحش؟ يا فندم. طب روح هاتهولي بسرعه. ما ينفعش يا فندم. ليه ما ينفعش يا ابني؟ لانه في الحمام من يومين يا فندم. اكسر عليه الحمام وهاته. يا فندم ممكن يكون زلبوطه. زي ما تلاقيه هاتهولي. زلبوطة زعلوطة. روح هاتهولي زي ما خلق ربنا كده. أمر يا حضرة الضابط. أمر أنا ما عنديش مشكلة. أكسر باب الحمام هكسره. أنا مش عارف الضابط. أيوة يا فندم. تمام يا فندم. فعلا أدريان طلعت عضو بارز في منظمة إرهابية وبتراسل هيثم كل يوم. تمام يا فندم. هبلغ حضرتك اول باول. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. خش. ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ في حد يعمل كده؟ ما عملتش حاجه والله. هو اللي اول قال لي جيبك كده. مين الغبي اللي قالك تعمل كده؟ مين؟ انا الغبي اللي قلت له يجيبك كده. لا مؤاخذة يا فندم، أنا غبي. يرحمكم الله. غبي وستين غبي. قال لك تجيبني بلبوصة يعني تجيبني بلبوصة. لا مؤاخذة يا فندم، هالة على الروب وجه لحياتك في ثانية واحدة. تعالى يا شهاب. يا فندم هالة على الروب وجه لحياتك في ثانية. ما تعالى يا شهاب. حاضر يا فندم. كده؟ ها؟ تفتح لها الحمام بالمنظر ده؟ افتح عليه يا حنان. هو أنا فتحت عليك الموبايل وطيرت الرصيد؟ هو ده اللي همك يا أخويا الموبايل. طب غور 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 يلا. خلاص يا حسين. خلاص؟ ها يا فندم. يلا أول ما لولا تيجي جيبها لي بسرعة. لولا الرقاصة؟ أيوة لولا الرقاصة. عاوز لولا؟ يلا بسرعة، أول ما تيجي، أول ما تيجي تجيبها لي على طول. مش مشكلة يا فندم، أجيبها زلبوطة زي كده؟ حسين؟ أيوة يا سند. اتفضل. مش مشكلة، اتفضل اتفضل. حسين. أيوة. هات زلبوطة. يعني أنت فرحان بالمنظر ده؟ اخلص. بالله عليك؟ يا عسل أنت والله يا سكر. ماله ده؟ ده هيجنني. ده هيجنني اكتر والله. تعالى هوريك صوره عشان تعرف اللي هتتعامل معاهم. رغم ان انا قلقان جدا. ايه ده يا فندم؟ دي ادريان. بتاعت القضيه. ها بتاعت القضيه. انا قلت انت بتتفرج على صور كده ولا كده.
اصل بصراحه الصوره يعني غريبه قوي. حضره الضابط مفيش حد يتصور كده يا فندم خالص، دي مش لابسه غير حلق، والله ما لابسه تشوفه. لا عيب عشان في رقابه قاعده. لا 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 لا. ايه ده ايه ده ايه ده يا فندم؟ يا نهار ابيض. ايه يا حضره الضابط؟ ايه يا فندم؟ انا اسف يا فندم، انا قصدي انها يعني ارهابيه وكل عيلتها ارهابيين ومن داعش كمان يا فندم. هي فعلا ارهابيه. ايوه يا فندم. شهاب اتفضل. البنت دي ارهابيه خطيره. تمام سعادتك. وجندت الولدين عشان يساعدوها تعمل عمليه في شرم الشيخ. تمام سعادتك. هيثم وعماد، علشان كده لازم نزرعك معاهم في الشقه. انت راجل ظابط، وهي لما تعرف انك ظابط مش هتأذي هيثم ابدا. طب ممكن تسمح لي يا فندم اخش بس اغير هدومي؟ مفيش دخول. مش كده؟ لا حرام عليك، حرام. ياما 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 ياما. طب انا كنت عملت لكم ايه؟ ليه تعملوا فيا كده وتبهدلوني؟ ما انا كويسه معاكم، عايزين تخطفوني انا موافقه. ما قلتش لحد لا، ما اعترضتش عليكم يا ناس، انا موافقه عايزه اشوفكم. طب علشان خاطر ربنا شيلوا اللي على وشي. شيلوا اللي على راسها، شيلوا. ايه ده؟ ارجوك ارجوك واتوسل اليك رجعوا تاني على وشي. مصر بحالها يا ناس، فيه ايه؟ مش عايزه اشوف ده. لا لا ما ترجعوش. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ طب ما قالوش ليه؟ مين اللي قالولك ايه؟ ما قالوليش ليه؟ ما قالولكيش ايه يا فندم؟ انك قالي عشان انا اجهز. قلت لك كلام؟ قلت لك اروح اغير هدومي. لا وتغير هدومك ليه؟ الله، ما انت قالع اهو اهو، بص عاملها على البحر. في يا ست انت مالك؟ وبعدين انا عملت فيكوا ايه؟ بتاخدوني ليه؟ ده انا بص يا بيه، بص يا عمر، انت يا عسل يا ابيض في ابيض انت. اول ما نزلت لقيت لك جوزين ترن مسكوني وكتفوني وحطوني جوه العربيه. يخلصك؟ يرضيك يا حنين؟ دي اللي هتتوبك ان شاء الله. فقد خلاص. أنا عايزة أفهم بتخطفوني ليه وبتهاجموني ليه وأنا مش معترضة معاكم على حاجة؟ ده أنا سلسة وبيني وبينكم أنا اتمنيت أتخطف. يا فندم دي جاية تلبسنا ضد عارة. لو أنتوا بقى عايزين فلوس يا كشر، أنت يا عامل لي كده، أنت رئيس العصابة أنت. لو أنت بقى عايزين فلوس أنا مستعدة أدفع لك من جنيه لمليون. فلوس إيه وبتاع إيه؟ روحي. والله أكتب لك شيك. شيك؟ بلاها شيك لو مزعلك يا حلو يا أبيض. والله مفيش داعي للشيك. بص بيني وبينك انا مستعده احطهم لك كاش كده على الترابيزه وانا متعوده ادفع. مالها يا ست دي؟ دي هتلبسنا قضيه رشوه كمان يا فندم. ست دي مش شكلها مجنون ولا ايه؟ دي اللي هتتوبك. رشوه ايه بس؟ في ايه؟ بص يا نعم يا ست لولا، احنا نعم. عايزينك تهدي خالص. والله انا هادي. لا انت لو بهديش وفضلتي تتكلمي زي ما انت بتتكلمي كده من ساعه ما دخلتي انا هعلي صوتي وهزعق. يا اختي علي حمش، اموت في حمشنته يا ناس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه يا ريس؟ انا عايز افهم بقى، انتوا فين انتوا؟ انتوا جايبيني فين هنا؟ انتوا عصابه صح؟ عصابه ايه بس اللي بتقولي ده يا لولا؟ اهدي شويه خلينا نشوف شغلنا. عصابه حماده وتوتو يا حنين. اسمعيني يا لولا. نعم سمعتك. انت بتحبي مصر؟ بجيبني لغايه هنا عشان تسالني السؤال ده؟ انت بتحبي مصر؟ لا. نعم. لا ايه؟ ايه؟ بحب رجالتها بس. خلاص يا لولا نكمل. نعم. شغلنا. اتفضل. اتفضلي استريحي. استريحت. يريح قلبك يا رب وقول امين. لولا احنا عايزينك تتعاوني معانا. اتعاون معاكوا ازاي يعني؟ ايه هتجندوني؟ نجندك ايه بس؟ نجندك ايه؟ مش بتقولي تعاوني معايا يبقى هتجندوني؟ على العموم انا موافقه.
يعني بعد كل الهري ده في الاخر توافقي على طول كده بمنتهى البساطه عشان تعرف ان انا مصريه وقلبي على بلدي لازم اوافق على طول. واضح. وبعدين على فكره طول عمري وطنيه كان نفسي ابقى رأفة الهجان ولا حتى جمعة الشوان ولا ابقى ناديه الجندي وخالتي بتسلم عليك. ايه بقى؟ مش ممكن. عموما يا ستي اهي جات لك فرصتك. يا جماعه انا ريقي ناشف، انا عايزه حاجه ابل بيها ريقي، يعني شوف لي اي حاجه كده بس من غير تلج، سك اي حاجه اي حاجه. هات لها حاجه تشربها يا حسين. يا ريت يا فندم. يا ريت يا حسين. يا ريت. اسمك حسين. حسين. يا دين هنا. ايوه. هات لي هدومي بعد اذنك لما البسها لحسنها تلكت. ليه ما تخليك كده كويس والله؟ ده كوارع ننسى عجرم. حلوين والله بس شويه لو ترفع كده يا سلام. ولا الفرده الثانيه كوارع شعبان عبد الرحيم. يا لهوي والنعمه كده سكر انت والله. ده انت عسل. خلاص يا حسين. طب روح يا حسين هات لي اللبس بعد اذنك. اجيب لك اللبس؟ روح حسين هات اللبس وما تحطش ايدك عليا بعد اذنك. عاوز كده؟ لا اتفضل يا حسين. خلاص اجيب له اللبس بعد اذنك يا حسين. اجيب له اللبس. انا تعبت في الشغلانه دي والله. والله تعبت قوي. لا انت يا عسل. اللي انت عسل؟ انت يا سكر. اللي انت سكر دي؟ انكش. ايه اللي في الادب دي؟ ايه يا عسل؟ بنادي واجيب نجاتي. فين نفسك يا ست انت؟ فين نفسك شويه؟ اي قمر. قمر؟ اي ملزق انت يا عسل وسكر انت؟ يا اختي عليه يا حلاوتك يا مجنن. يا اختي اسم الله يا اختي كانت اكيد بن وجماله مش على حد. لا 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 ما خلصنا يا ست انت خلاص بقى كفايه وجعت لنا دماغنا. بقول لك يا ريس بعد اذن معاليك انا طبعا كان نفسي اقوم بالمهمه دي على اكمل وجه لكن بعد اذنك انا عايز حضرتك تعفيني من المهمه دي. اتفضلي. الست دي كده هتبوظ الشغلانه. شرب الميه اطفحي. دي هتساعدك كويس قوي يا شباب. هتساعدني يا فندم دي هتبوظ كل حاجه. ما تقلقش كل حاجه معمول حسن. والله العظيم هتساعدك طول ما انت كده عسل والله. ربنا معاك. ما تيجي ناخد سيلفي. بقول لك يا حسين ما تقليش منك بقى الله لم نفسك. لا حول الله يا والله رب. والله انا مكانه هنا في السلخانه. ده هو كده كله لا حول الله يا رب. حسين روح حسين تعالى حسين جاي يا حسين. انا قلت الشغلانه دي مش عاوزها. اتفضل. ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده يا معفن؟ ايه ده؟ وعامل لي فيها قرن. بجايب لي حبر سري؟ حبر سري؟ ايوه ده الحبر السري غالي عليك يا شيخه. امال ده ايه ده؟ ده ملوش طعم ولا ريحه ولا لون. ما لازم ما يبقالوش طعم، ما جايب لك ميه. يا لهو يا لهوك يا لولا يا فرحه عدوينك يا لولا اخرتك تبل ريقك بميه سك. وليه؟ لولا نعم سيبها يا حسين سيبها مش هنخلص. سيبها. نعم. تعالي يا لولا بصي هنا. انا جيت والنبي وسعه كده عشان وسعه. انتوا كتار قوي. تقول لك لولا. نعم. تعرفي الشخص ده؟ انا ما اقدرش اكذب عليك وبعدين دي معرفه كده طياري يعني. كنت جه في دماغي في يوم من الايام عايزه اتجوزه ما عجبنيش سلمته النمر واتكل على الله. لولا. نعم. احنا عايزينك تساعدينا. انا؟ انا اساعدكم؟ طبعا. انتوا مطلوب مني انا مساعده؟ طبعا يا اختي عينيا اؤمر. هيثم اصله متورط مع منظمه ارهابيه وعشان نحميه لازم نزرع شهاب بيه عنده في الشقه يسكن معاهم في نفس الشقه. لو هيبصوا له كده هيثم هيكشفوا على طول. لا على نفسه بقى. انت ما تعرفنيش كويس شكلك كده يعني. هو كده انت كده قدها وقدود؟ طبعا. طيب خلاص سيبنا اختبره. خلاص تختبره. خليها تختبره. خلصيني اتفضلي يلا. انت هتعمل ايه؟ مش سياحي. ماشي. صح اعتبرني بقى ان انا اجنبيه واحده اجنبيه موجوده في البلد. هعتبرك واحده اجنبيه وموجوده في البلد. حلو الكلام؟ اتفضلي. قولي حبيبي. قولي لي حبيبي. تعالى هنا جنبي انت واقف على الطرف ليه بعيد عني؟ اتفضلي. بص يا حبيبي انا هسألك سؤال. قولي التمثال اللي بين الخرمين عامل ايه كده تمثال ايه وبسرعه بسرعه سرعه بديهه. يا سلام على السؤال. ايوه يا بس هقول لك
نعم. اسمه أبو الخول. اسمه يا أخويا؟ أبو الخول. أبو الخول؟ بالإنجليزي. آه معلش أنا آسف، ده أنا ما أعرفش إن أنا اللي طلعت غبي. اسمه أبو الخول. برافو. ومراته اسمها إيه؟ مرات أبو الخول اسمها إيه؟ أنت عارف؟ تعالى يا غبي قدام. معلش معلش استحملني معلش، اسمها إيه مرات أبو الخول؟ يعني هو اسمه أبو الخول، مراته هتكون إيه؟ أم الخول. طالما في خول صغير يبقى في أبو الخول وأم الخول، صحيح. أم الخول. برافو عليك، أم الخول دي بتعمل إيه؟ بتعمل إيه أم الخول يا ريس؟ إيه؟ حبيبي قرب، بصي بصي بصي. آه، عندها غسيل أم الخول. برافو برافو. فندم ما تسيبني أنا أمشي من أم المهم. ركز يا شهاب، ما شاء الله طلعت وطنية وطلع خبير. يا شهاب، الخرم الكبير خرم مين؟ الله الله الله. أنت عارف خرم مين؟ خرم مين يا باشا؟ خو خو. خرم خوخو يا فندم. قال لي خوخو ده اتبنى في قد ايه؟ 20 سنة يا فندم. أول مرة تطلع ذكي. هما أخدوا المدة دي كلها ليه عشان يبنوه؟ معلش بقى، أصل كل ما كانوا بيرصوا حجرين كنا بنكبس عليهم. عايز تزرع من إمتى؟ من بكرة لو تحبي. ومن بكرة ليه؟ عصفور في الإيد أحسن من ألف على الشجرة. من ليلة يا عيني. يا عيني. يا لولا الصوت بعيد قوي. يالو يا لولا بتقولي ايه؟ جايبه الساكن الجديد وجايه؟ طب حلو قوي، يلا انا مستني اهو. اوضه الكراكيب. لا يا حبيبتي، انا جبت الست النهارده نظفتها بقى والدنيا بقت زي الفل. ماشي، ما قلتليش الساكن الجديد ده اسمه ايه؟ شهاب. طب يا حبيبتي يلا انا مستنيكم. سلام يا حبيبتي. الايه؟ بقول لك ايه يا لولا، اقفلي دلوقتي، اقفلي اقفلي بس. والله اول ما هتستلموا جوابات التعيين هاجي ونتجوز يا حبيبي. قالت لي يا حبيبي هتجوز امريكيه ولا عمده، انت لا عمده ولا عماد. الله يخرب بيت عماد وسنين عماد على الايام السودة دي. الواحد قاعد عمال يتفرج على الموزز، عمالين يندقوا عليه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هما كتروا كده ليه؟ وكلهم لبسوا في ايه بالظبط؟ ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مكاني في البلكونه مش هنا. اجمل حاجه في الدنيا النسوان. انا شخصيا نسوان جاي، نسوان جاي، نسوان جاي. انا اغلى وبصوت بعيني. الو. هبة حبيبه قلبي. عجن عليك يا هبة. ايه؟ عايزه كارت ب10؟ انا يا حبيبتي اول ما انزل اشحن لك يا هبة. يا بت عجن عليك يا بت. على النار. طيب طيب نتكلم بعدين. ماشي ماشي. محمد رسول الله. ولا عمدة. انت لا عمدة. إيه؟ بارك لي يا صاحبي، بارك لي. الف 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 مبروك، الف مبروك يا هيثم. مبروك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يبقى جوابات التعيين جت وهنشتغل في المركب زي ما الدكتوره هند قالت. لا 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 لا، جوابات التعيين مين وبتاع مين؟ حاجه اقوى من كده بكتير. ايه؟ هتتجوز واحده كده اجنبيه ولا لولا الرقاصه ولا خليجيه متريشه؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. صاحبك اتخطب خلاص. اتخطبت لمين؟ لادريان. راجل؟ تتجوز راجل يا هيثم؟ انا قلت راجل؟ فخس عليك ليه؟ بقيت من الشباب الملونين؟ يا حبيبي. حبيبي ايه؟ نزل ايدك. ما يا اخ باخواتك اسمع. إيه؟ تعال تعال. ايه؟ اها. يا لهوي المزه الجامده دي، دي مش لابسه اي حاجه خالص غير حلق. لابسه حلق بس. مش مشكله بس لابسه. مش دي ادريان دي اللي الاجنبيه اللي كانت بتقعد تكلمك في النت وتقول لك اخبار البلد والمظاهرات والحاجات دي اللي انا وانت كنا شاكين فيها؟ يا عمده يا ده احنا طلعنا ظالمينها قوي. دي طلعت طيبة جدا جدا يا راجل. والله. وقال ايه بقى؟ ايه؟ عايزة تتجوز اخوك. احمد اخويا؟ ده عنده 9 سنين هيعرف يتجوز المفحوص ده؟
يا واد لا اخوك اللي هو انا صاحبك شيء عمرك تجوزك انت؟ ايوه يا صاحبي مش هينفع، صاحبي هي امريكيه وانت مصري مش هينفع. طب ايه المشكله يعني؟ مش فاهم. لا كل بلد ليها قانون. لا فهمني بقى فهمني. بص مثلا عندك في الصين لما واحد صيني بيتجوز واحده صينيه وكده وبيخلفوا ولد بيسموه ازاي؟ ازاي؟ بابا بيحطه في طشت حلو وبياخد مامته وبيطلعوا فوق الجبل حلو، مامته بقى بتمسك البيبي وبابا بيمسك الطشت حلو، بيحدفوا من فوق الجبل، بينزل بقى الطشت بيعمل صوت دينج سينج شينج سونج حسب رنة الطشت بيسموا الواد. في مزه جت واقفه لي تحت مستنيه بقى اوزعك هي تطلع على طول. يا ابن اللذينة يا عمده. طب وليه توزعني والجو ده؟ مش احنا اصحاب والصاحب ليه عند صاحبه ايه؟ طب ما يعني نشير سوا. دي شوشو دي بنت ناس، بنت ناس مش هينفع يعني. بص يا عماد انا قاعد في الشقه عماد ومش متحرك من مكاني، عاجبك عاجبك مش عاجبك خد صاحبتك روح اي مكان. هيثم عشان خاطر انت صاحبي ولازم تقف معايا وتعمل معايا واجب. الجرس بيرن، دي اكيد شوشو. يا نهار اكيد شوشو. طرقها طرقها طرقها. استخبى انت في اي حته. طيب استخبى انت طرقها يا عماد. حاضر حاضر. يلا عماد يلا. هيثم عشان خاطر يا هيثم. والله ما ينفع والله ما ينفع. الدرق انزل وقت تحت مع نفسي. انزل وقت انزل وقت تحت. والله يا ابني شويه بس شويه ما هتفتحنا في العماره دخلها. حاضر بس حاضر حاضر حاضر. يا شوشو الحمد لله على السلامة يا شوشو. ايه يا عماد؟ ايه يا عماد؟ ايه؟ رحت فين؟ اهو سهرة تاني على الشارع عمال ارن ارن، انت عايز البوليس يقفشني ولا ايه؟ بوليس؟ انت جايب واحدة متراقبة يالا؟ وش اسكت خالص، دي بنت ناس، بوليس ايه ومراقبة ايه؟ دي بنت ناس؟ ايوه يا ابني انت مش فاهم أي حاجة. يعني دي انت مش جايبها من السيرك؟ لا سيرك مين؟ تلالا انت هيثم؟ انا هيثم. وانا عماد. وانا شوشو. ايوه يا شوشو وانا اللي جايبك. عماد. ايه؟ تعالى اقول لك على كلمتين. ايه؟ انت تهدى عليا كده خالص. انا هادي خالص اهو. سيبني مني بقى ايه للمز. المز ايه؟ ده مز؟ اه وبصراحه مز يعني ما مش معترضين. عشان خاطر اقف جنبي. ايوه انا هقف جنبك وانا مين هيقف جنبي؟ انا هقف جنبك بس بعدين. بعدين ازاي؟ انا شوشو بقى ساكت بقى. انا قايل له عليكي بنت ناس وكده. ما يضرش على فكره ما بقاش فارقه. عادي خاطر. عادي يعني. عشان خاطر. يعني انا والمز بعدين بقى. ماشي ربنا يسهل لك. ما تعصبنيش خالص. ما انت رايحه هناك انا ده اخري يعني. ساكت. انت صاحبي ها؟ ماشي. انت صاحبي ولا مش صاحبي؟ انا صاحبي. انت صاحبي ولا مش صاحبي؟ ايه؟ انت صاحبي ولا مش صاحبي؟ ايوه ما هو ده اللي انا بتكلم فيه ان انا صاحبك. طب يبقى سيبنا صح. صح. خلاص؟ صح. اقنعتك. اقنعتيني جامد، صاحبين. اعرفك بنفسي. انا شوشو. اداب. اداب؟ لا، ليسانس اداب. انا هيثم فاروق بكالوريوس تجاره قسم محاسبه يا فندم. وانت بقى قسم ايه؟ انا اسمي العجوزه. اسم العجوزه والمصحف هتودي لها في شوشو شوشو شوشو. انا خريج هندسه. انا سالتك اقف جنبي عشان اقف جنبك. ماشي يا اختي ماشي. حلو قمر. صاحبك اللي اسمه ايه ده؟ بيقول ان انت صاحب الشقه دي كلها. ايه يا شوشو؟ صاحبك اللي اسمه ايه ده؟ هي وصلت لكده؟ صاحبك اللي اسمه ايه مش للدرجه دي يعني؟ يعني ماشي بس يعني. طب انا مش عايزه اتعصب عليك من الاول وعمال اقول لك ما توترنيش عشان لما بتوتر بتجنن وانا مش عايزه اتجنن عليك، ما تخلينيش بس اطلع ها؟ شوشو انا عايز افهمك على حاجه. هو صاحب الشقه بس هو اصلا مؤشر. يا عم انا سالتك يا عم انا سالتك يا عم. يا جوجو ده بيأجر السرير بالنفر كده مفروش. ما سالتكش خليك في حالك عشان تعرفي يمكن تغيري رايك ولا حاجه. مش هغير عجبني. اقعد ساكت مش عايزه اتعصب عليك انت صاحبي. ماشي 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 خليني اعمل معاك الصح. خلاص ماشي ماشي عشان مش هغلطكش. خلاص ماشي. انت ما عرفنيش انت. انا نفسي نتشقلط يا جوجو. يا ابني انا مش هخلي ليك ملامح. ماشي حاضر. اقعد ساكت خالص. حاضر خلاص اقعد ساكت. وترتني. انت اللي وترتيني باللي انت عملتيه. طب اهدى ازاي دلوقتي؟ اهو يلا 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 روح روح يا اختي. تعالي تعالي استعنى على الشقه بالله باجر الشقه انا. ها ماشي انزل انزل
وانا فعلا يعني زي ما عماد بيقول لك كده ان انا باجر الشقه، بس ده يعني مش لاحتياج مادي ولا حاجه، لا خالص. هي الفكره كلها بس ان انا مش بحب الوحده، يعني بحب ابعد متونس بالناس كده، فاهمه؟ وبعدين انا عندي عربيه وممكن ادوس بيها الرزق. انت عندك عربيه؟ اه انا عندي عربيه كعيانه ومرميه في الجراج بتولد فيها القطط موديل 52 ملهاش اي لازمه. ايه ده ايه ده؟ انت عندك كمان انترنت؟ ده احنا هنهيس. بتحب بقى الافلام ولا ال 3 جي؟ افلام ايه و 3 جي ايه؟ اصلا النت هنا مش شغال. انا ما سالتكش. ماشي ماشي. ده ايه ده؟ طب يعني انت كنت ساحبني هنا وعمال بتقول لي بقى ان انت اتذكر، وهي عماله تقول لك ان انت مش عارف ايه ورسمت لي جو كده، فين؟ انا عندي كبت يا اخي وتعبان، نفسي اطمن على روحي. نفسي يعني نفسي تقف جنبي كده. انا محتاج واحده يعني كده ايه، اتمرمغ في رجلها كده، يعني اترمي في حضنها كده واقعد اعيط، يعني شويه حنان شويه حنيه كده يا هيثم. طب خلاص يا عماد بقى، انا محروم يا هيثم بجد. محروم عماد؟ هو انت بتتكلم بجد يعني ولا انت بجد؟ هو الموضوع زي ده فيه هزار؟ لا انا مصدقك، انت شكلك طبيعي جدا، انا مصدقك. طب بص بقول لك ايه يا عماد. ايه هو انت يعني لو خدته كده يعني ودخلته مثلا جوه، يعني ممكن تقعد كام ساعه؟ يا عم كام ساعه ايه، سيبني معاه بس 3 دقايق بس. لا لا انا مش بكلمك عن المقدمات، انا عن الموضوع كله. يا عم هو كله 3 دقايق كله؟ ايوه يا عم كله على بعضه 3 دقايق. يا عم انا مش عايز منك اكتر من كده. طب خلاص بقى ماشي يا عم. لا انا هعمل معاك واجب. ايه بقى؟ مش 3 دقايق بس. هتعمل ايه؟ هم ربع ساعه. يلا. وتهرجني ليه؟ ده غبي جدا، ده غبي غبي. تحرجني ليه يا ابني؟ هم انا مش عايز اكتر من كده. لا تكون انت عامل حساب ان انا قاعد. لا 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 ما تاخد راحتك. لا هتعمل معايا الصح، سيبني 3 دقايق بس. خلاص على ستوب واتش. والله موافق؟ انا موافق جدا. انا كنت متاكد ان انت هتطلع رجوله وتقف معايا وتعمل معايا الصح. ما اصل الصاحب ليه عنده صاحبه. حبيبي يا هيثم. حبيبي بس بقول لك ايه، شد حيلك كده وتبقى ها. لا ما تقلقش، ده انا اشرفك قوي. ماشي يلا خش. انا بقى تروح فين؟ اوضه النوم. لوحدك؟ اخ ده انا غبي قوي. تعال يا هيثم، تعال 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 تعال. والموز ايه لازمتها؟ ده ايه ده؟ ده انت غبي قوي. انا اللي غبي؟ اه. شوشو تعالي تعالي، في موضوع مهم جدا عايز اكلمك فيه، بس مش هينفع نتكلم فيه قدام هيثم، وهو الموضوع كله على بعضه 3 دقايق بس. بس جوه في اوضه النوم. تعال. هو انت ما بتفهمش؟ ايه؟ تعالى بس هنا. ايه؟ يعني انت مالكش اي استيعاب ليه؟ خالص. ليه؟ يا ابني انا بتاعت جوه ولا بتاعت بره؟ عيدها تاني قول ورايا. انا بتاعت ايه؟ جوه ولا بره ازاي يعني؟ اذا كنت انا عامل حساب ومظبط نفسي يا زوزو مش هينفع. انا محتاج شويه حنيه، شويه حنان، يعني كده واقعد اعيط كده وشويه حب كده. اصل لا عند اي اصل انا بصراحه يعني عندي ظروف. ايه لاوي؟ ظروف ايه؟ ده ما ينفعش خالص. ظروف ظروف ايه يا شوشو؟ عيني بتوجعني. عينك بتوجعك؟ هو انت هتخش جوه تلدوم ابر؟ تعالي تعالي. لا 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 خالص. لا 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 ايه؟ يا عم تفهمني بس. ايه؟ انا المره دي يعني جايه اتعرف عليك و بس تعارف. تعالي بس بلا تعارف. انا مش ضمني بقى اصلا ان ممكن يبقى في مره جايه، هي المره دي انا ما صدقت. يا عماد يا حبيبي طيب قضيها المره دي بس كده تعرفوا، ومره جايه نبقى نظبط. يا ست مش هقضيها تعارف يا جوجو. يا جوجو انا اللي عامل حسابي ومظبط نفسي، هو مش في دماغه اي حاجه صدقيني. يا عماد انا راجعه تاني، وعلشان تتاكد يا سيدي يا حبيبي إيه؟ هسيب عندك دي امانه لمده اسبوع واحد بس، وحاجه خدها. ايه الشنطه دي فيها ايه دي؟ اكيد فيها قمصان نوم بقى وحاجات كده. ايه ده ياض يا غبي؟ قمصان نوم ايه؟ دي جايبه لنا ملوخيه ناشفه صح؟ لا والله الصراحه لا ملوخيه ولا اي حاجه. امال ايه ده؟ ده بانجو. ايه؟ بانجو؟ بانجو؟ بانجو في شقتي؟ يا نهار اسود، شقه ماما الشريفه يا عم. ايه 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 بانجو؟ انت حسيتني انها قالت مخدرات. دي اعشاب. اعشاب ايه يا عماد؟ اعشاب بتتلف كده حاجه حلوه قوي. لا 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 انا عايش في الدنيا دي عشان حاجتين، شقه ماما الشريفه وروب بابا العفيف ده. اطلعي بره. بقول لك ايه، انت هتعمل لي فيها صاحب مبادئ وتركب لي السحاب؟ لا فوق يا بابا. دي بتفتح عليا قطر، انا عايزه تغزني. لا يا عم ولا هغزك ولا حاجه. هو انا اقدر اغزك؟ ده انا مت في عيوني. خلاص غزيني انا شوشو. عليا الحرام اغز. ايه شوشو بقى كده؟ ما تخلي الحكايه كده بقى. بعد اذنك بقى خد الشنطه دي يلا، وتفضلي اطلعي بره بقى بعد اذنك.
انا مش عايزه اتعصب عليك من اولها. هتعملي الحوارات دي؟ بص انت ما تعرفنيش. هو مفيش حد احلى منك ولا ايه؟ في يا جوجو في. مفيش حد اطول منك ولا ايه؟ اطول في يا جوجو اهو في. ما اتكلمش عنك. ايه ده؟ بص يا حبيبي عشان خاطر عيونك دي دوبتني خالص. انا هزودك ها 100 جنيه كده يبقى 600 جنيه تمام؟ عايزك بقى بال 100 جنيه دي بقى ايه؟ ظبط لي نفسك. تعليل الاداء عايزك على ايه؟ انت منحرفه قوي. انا بموت فيك قوي يا لهوي. بص يا هيثم دي فرصه جامده جدا ها؟ احنا مش لازم نستغلها. الفلوس دي احنا محتاجينها، انت ظروفك زي الزفت. بص ال 600 جنيه دول ادي واحد اثنين ثلاثه، ال 300 جنيه دول هاخدهم انا ماشي؟ وانا عارف ظروفك طبعا، ال 300 دول هاخدهم انا برضو. اتفقنا؟ ومش عايزك تشيل هم اي حاجه، البانجو هخبيها انا برضو خلاص؟ ايوه يا عماد بس ما ينفعش دي شقه ماما شريفه يا عم بابا. يا عم مفيش اي مشكله، انا هخبولك في المطبخ عشان محدش يعرف عنه اي حاجه. اشمعنى يعني في المطبخ؟ هتطبخه؟ لا مش هنطبخه، المطبخ ده المكان الوحيد اللي خالي مهدي ما بيدخلوش خالص، يعني مكان امان 100 100. بصي اقول لك على فكره حلوه قوي. أيوة. تعالى انا وانت ندخل نخبيه في المطبخ والموضوع كله 3 دقايق يعني ها؟ يمكن يعني لما ندخل جوه يمكن. يا عماد عماد اوه انا ازاي كنت بقى وافقت على كده؟ ما هو انا ما كانش ينفع، انا كان لازم اقول له ولا عماد لا ما ينفعش، شقه ماما شريفه وبجامه بابا العنابي ما ينفعش. بس انا مسكت، انا سكت وما اتكلمتش. ما هو دخل بيها وهيقول لي ايه يعني؟ بس انا يا رب سلم. هي القدر بتتكلم؟ ايه ده؟ ايه يا واد انت اتجننت؟ إيه لولا هو اتكلم نفسك. لا انا مش انت دخلت ازاي يا لولا؟ دخلت ازاي؟ من تحت على الباب، باب مفتوح ودخلت. الباب مفتوح؟ اه يا لولا يا نهار ابيض يا لولا. ايه ده انت منوره؟ يا بجد والله منوره، وانا مستغرب ان انت منوره جدا. طب يلا هتمشي؟ طب بعد كده بسحب كهربا يعني. مالك يا ابني فيك ايه؟ مرتبك ليه؟ لا انا مش صح انا مرتبك، وانا بقول انا مرتبك ليه؟ عشان السكن الجديد ما جاش. لا مين قالك انه ما جاش؟ ما هو جاي معايا. يعني السكن الجديد معاكي؟ انا جاي انبهك عشان اقول لك انه جاي. السكن الجديد دخليه بقى يا لورا يلا. السكن الجديد مش زعل ايه؟ ما انا هدخله. في ايه؟ عشان السكن الجديد يسمعني بقى يا لورا يلا وينجز. انا عايز افهم انت بتسمع مين؟ انا بسمع نفسي. ماشي يا ريس. هو بيسمع نفسه انا رايح اجيب السكن الجديد. يلا بسرعه يا لولا. انت لسعت لسعت. ايه ده؟ الثلاث دقايق خلصوا يا لولا. الثلاث دقايق يا لولا. اتفضل يا استاذ شهاب. طب يلا عشان توصلني. يو لا لما اخد بوسه الاول. الكلام ده عندكم هنا في الشقه؟ لا لا الشقه دي كده. فرحان انت؟ لا بجد. استني اسمع 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 بوسه. لا انا بقرف. بص بتقرفي من ايه يا شوشو؟ هو انت هتبوسي كلب؟ ده ايه يا ابني اللي في المطبخ ده؟ عماد كده لا ما تعصبنيش. يو دي حلوه قوي. بص شوشو اهلا. اطباق ماما اتدغدغت فوق دماغ عماد. يا ساتر. عماد مين؟ الواد الشبط ده. ايه المز الملط ده؟ اقعد الموزه الفرزه اول دي. هي الشقه دي تحدف موزز كده؟ هو في موزز بعدك؟ ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ انت اسمك ايه؟ شوشو. اهلا وسهلا يا شوشو. يا اخ تشرفنا والله. يا اخ لا حقيقي يعني ثانيه واحده بس ثانيه واحده انا اكتر خالص. لا بجد يعني اتطلق اتطلق يا بيه. اتطلق مختلفه. ايوه يا فندم. مين حضرتك؟ مش مهم دلوقتي. وايه اللي مش مهم يعني؟ انت مين؟ انا اسمي شهاب. يا اخ اسمع على مسمى. انا كمان نعم عايز ايه حضرتك؟ مين؟ انا اسمي شهاب. ايوه ولا اسم عماد. اهلا وسهلا يا استاذ. انا مالك انت بتبص لي ليه يا لولا؟ بقول لك انا ماليش دعوه بالحوار ده. شوف ده ايه يا اخ شهاب. يا اخ شهاب. نعم يا استاذ. نعم انا عايز اوضح لك حاجه. اتفضل. شوشو دي تبعي. ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله تبعي؟ عادي يا اخي الناس لبعضيها يا اخي. هو ايه اللي الناس لبعضيها؟ هو مش هيعديها.
هي تبعك. ايوه مش كده؟ اه ما هو شهاب تبعي. حلو قوي، شهاب تبعك؟ ايوه. حلو، يبقى احمد ياخد شوشو ولولا تاخد شهاب. لا انا عندي فكره ثانيه. ايه؟ شهاب ياخد شوشو وعماد ياخد لولا. ما انا عندي فكره ثالثه. ايه؟ شهاب ياخد عماد وانا اخد شوشو البسها. يا يلا يا اخوانا. إيه؟ حاول حاول حاول. إيه؟ عم مهدي طلع على السلم ومتعور وفي دم وابتدى شكله كانت في خناقه. يلا ده خالي ده خالي ده خالي. انت يا اهبل هتقعد تسال؟ إيه؟ خد البتاع القضيه اللي انت جايبها ديت وخبيها. صح هيقطع عنك المصروف. لا لازم اخبيها. تعالى تعالى تعالى. لا يا عبيط هتخبيها هنا ازاي؟ حاول تخبيها في اي حته. في اي حته؟ يبقى في المطبخ. في المطبخ. في المطبخ. ايه في مصيبه جوه؟ هيبقى مصيبتين يا غبي. طب في اوضه النوم. لا لا طب اقول لك على حاجه. إيه؟ خليك انت وانا اخبيها لك في اوضه النوم. لا 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 اسمع كلامي. لا فين حمام؟ يا وانا صرصار؟ طب ماشي جايه من المطبخ. خلاص خلاص مفيش وقت، نط من الشباك. يلا يلا يا يابا. شباك ايه هتموت؟ طب بقول لك ايه؟ عشان رقبتي ما تتقسمش. معلش هتقعديش. طب بقول لك ايه؟ قومي اقعدي في البلكونه احسن. ايوه حلوه قوي الفكره دي. في البلكونه؟ بسرعه بسرعه. انتوا ما تدخلوش خالي البلكونه. ما تقلقش ما تقلقش. يلا يلا تعالي في البلكونه ولما ندخل البلكونه يمكن. انا هستخبى طبعا. يمكن مهدي بيسيح اصلا احنا مالناش دعوه. ماشي يا حلو انت. ما انت اهو مقطع السمكه وديلها وبتعرف تمنجه المسائل. عيب عليك يا لولا ده انا عاجبك قوي. يا عماد يا عماد يا عماد يا لهوي. يا عماد يا عماد. خالي يا عماد. خالي ايه اللي جابك بدري النهارده يا خالي؟ انا اتضربت. وهو ايه المشكله؟ ما انت كل يوم بتتضرب، ايه اللي فيها؟ لا بس المره دي كان ضرب جامد. عادي برضو. ايه اللي جابك بدري؟ اشمعنى النهارده؟ هقول لك اتضربت تقول لي ايه اللي جابك بدري؟ يا خالي ما انت بتتضرب وبتيجي متاخر برضو عادي جدا. خلاص خلاص. ايه؟ مهدي الطيب مات. مات؟ مهدي الطيب انتحر. انتحر؟ النهارده كان في الشهر 16. من اول السنه الجايه اللي هيقرب مني هقطع خبره. يوم 16؟ اشمعنى يعني السنه الجايه؟ ما من النهارده اللي كان يقرب منك كنت قطعت خبره. ده منظر حد يقطع حد. يا لهوي. صح يا خالي معاك حق. طب بس في ايه بقى؟ يعني تتفرج على خالك وهو ساح في دمه كده؟ حاولوا تشوفوا له اي مستشفى اي دكتور. مستشفى ما اقدرش انزل ما اقدرش انزل. اهدى اهدى، هو متعود كل يومين ثلاثه لازم يجي مبطوح كده اهوت وما بنجيبلوش مستشفى. ايوه يا جماعه ما ينفعش كده، لازم اي دكتور اي حاجه. ما احنا عندنا الدكتوره هند هتيجي تخيط له الجرح ونخلص. طب بسرعه الله يخليك. يلا صح حالا هجيب الدكتوره هند. صح كده هي الدكتوره هند. هند لا. إيه هند لا هند لا هند لا هند لا ليه؟ دي دكتورة أطفال بتيجي تقلب فيا وفي الآخر تكتب لي على البوس. وفيها إيه يا خالي؟ ما أنت اللبوس بيريحك. عادي. يعني أنا هعيش طول عمري على اللبوس؟ دماغي وسعت. طب وإيه المشكلة يعني؟ المهم تخف. معلش يا حاج بقى معلش. في سرسوب هوا. اهدى. هوا إيه؟ لا 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 بس أنا عايز سيبك من سرسوب الهوا دلوقتي. تعالى بس كلمني. تعالى. أنا عايزك تقول لي إيه اللي عمل فيك كده؟ اللي عمل فيها كده؟ اه متولي صاحب التوك توك. متولي صاحب التوك توك؟ اه المفتري الظالم. ايه اللي حصل؟ واخد منه التوك توك بديله كل يوم 100 جنيه. كويس. جه اول امبارح يعيط ويقول لي انا مزنوق وعوض 10,000 جنيه. وايه المشكله؟ اتصرف. رحت اتصرفت؟ اه طبعا اتصرفت ورحت مديله ال 10,000 جنيه. كويس. جاي النهارده عاوز ايراد التوك توك. ايه المشكله؟ مشكله ايه؟ هتديله الفلوس بتاعت التوك توك. توك توك ايه؟ توك توك بعته. بعت ايه؟ التوك توك بتاع الراجل. الله. يعني لو انا التوك توك بتاعي هو مسدود كنت هعمل ايه؟ كنت هتبيعوله طبعا. اشحن التوك توك بتاعه. اه ومش عايزه يفتح دماغك. في سرسوب هوا. لا 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 عادي. لا اصل احنا اصل عماد كان حران وقلنا نفتح له يعني شباك شويه يهوي عليه يعني. انا مش منبه عليك ما تفتحش البلكونه دي خالص. مش انا يا خالي، ده الشاب اللي فتحها. لا 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 طب طب وايه المشكله يعني ان احنا نفتح شباك؟ ايه المشكله يعني؟ ما فيهاش مشاكل. قليل الادب. في اتنين عرسان جداد في شهر العسل ساكنين قدامنا. كويس. فالشقه بتاعتهم مجروحه على البلكونه. اه. فانا بخاف الواد ده عنده كبت لحسن يبص. برافو عليك. بس بيني وبينك ايه؟ العريس سكسته. سكسته؟ اه تعبان، انما العروسه كده. ما كنتش عرفها. انا ما ببصش ابدا. لا ما هو باين. لا يا خالي، بس العريس اول يوم كان كده. اول يوم بس، انما تاني يوم كان كده. لا تاني يوم قبل ما تيجي حماته كان كده برضه. لا بص. ايوه انت ايش عرفك؟ انا ما ببصش ابدا. حماته جايه بقى وجايبه ايه؟ الورق كرومبو وجايه تحشيه. اه
وقعدت بقى ايه عاوزه تحشي ورق الكروم. ما كانش كروم يا خالي، ده كان ورق عنب. كان ورق كروم. كان عنب. كان كروم. كان عنب. بس يا ديسكو انت بتبص. ايوه انا عايز اعرف انتوا الاثنين ايش عرفكم؟ انا ما ببصش ابدا. فهي بعد ما عملت بقى محشي الكروم كويس، راحت بتدلعه بقى ايه بعد ما حماته مشيت يعني العروسه بتدلعه، وراحت لابسه له قميص ابيض مفتوح من هنا. تمام. لا يا خالي ما كانش ابيض، كان اخضر وكان مفتوح من هنا. لا كان ابيض ومفتوح من هنا. لا كان اخضر ومفتوح من هنا. ابيض ومفتوح من هنا. اخضر ومفتوح من هنا. لا كان ابيض ولا كان اخضر، كان احمر ومفتوح من هنا. انت بتبص بقى. لا انا ما ببصش ابدا. وانا ما ببصش ابدا. وانا ما ببصش ابدا. يبقى في حد غريب. يبقى في حد غريب هنا. غريب. هو في حد هنا غريب بيبص. الحق الحق. دخل بلكونه، دخل بلكونه. شوف. احميني. ها؟ مين؟ مين؟ هنعمل ايه؟ احميني. 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 هيدبحني. هيدبحني. معلش ما تقلقش. طيب. انت جبت العروسه هنا؟ لا 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 اصل دي مين دي؟ دي 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 ايه في ايه؟ لا لا هنا 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 خليك معايا انا. دي 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 مين؟ شوشو. اي دي شوشو. يا اخي ريحت قلبي. انا ظنيت. لا لا شوشو مين؟ ايه؟ شوشو مين؟ شوشو مين؟ شوشو شوشو مين؟ شوشو شوشو مين؟ شوشو 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 مين؟ شوشو 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 مين؟ شوشو مين؟ شوشو شوشو شوشو. معلش اصل انا يعني تعبان شويه اليومين دول فبنسى كتير يعني، وبعدين هي بتشتغل عندي من قريب. شوشو دي السكرتيره بتاعتي. يا لا مؤاخذه يعني. أنا ظنيت ظن وحش. لا 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 ما تظنش. مين سعادتك بقى؟ نعم؟ أنت اللي مين بقى يعني؟ مين ده يا شوشو؟ أنا أول مرة أشوف. يا لهوي ده شوشو مش عارفاه. شوشو مين ده؟ يا عم مهدي. أيوة عم. بقول لك يعني لسه شغالة عندي قريب. فممكن تكون نسيت الاسم ولا حاجة. أيوة. أنا شهاب الساكن الجديد معاكم يعني. وأنا مهدي. أهلا وسهلا يا حاج مهدي. خالد. أهلا بيك يا حاج مهدي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ما شاء الله. بابا بقول لك ايه يا عمده؟ تحت امرك يا استاذ شهاب. بتاخد شوشو السكرتيره بتاعتي. ايوه. وتوصلها لغايه البيت لحسن اتاخرت. معلش. تحت امرك. بس بشرط. عينيا. ايدك ورا ظهرك وعينك مغمضه يا حبيبي. ليه هي متوضيه؟ يلا يا عمده. لا هو بس بيخاف عليا شويه يا خالي. ما تقلقش انت. وانت بقت سكرتيرته ولا ايه؟ لا هي السكرتيره انا هوصلها بس. تعالي يا شوشو. ماشي. استلم انا بقى. ماشي يا سيدي. استلم يلا اوصلك. زي ما قلت لك ايدك ورا ظهرك. اهو اهو. وهننزل وفي بير سلم يلمنا تحت. يلا. لا يلا يلا يا شوشو. يلا. توصلها وتطلع على طول يا عمال. هم ثلاث دقايق يا خالد. ما تأخرش. ازيك يا حاج مهدي؟ ازيك يا حبيبي؟ تشرفنا والله. نورتنا. الله يخليك. الواد ده اصل انا بخاف عليه. ليه كده؟ هو مش صغير يعني عشان يتخاف عليه. بقول لك ايه؟ ايه؟ كلمهم ما يجيبوش الدكتوره هند، انا ما بحبش الدكاتره ومتعقد منهم. معلش ما هو انت لازم تتعالج يعني، ايه المشكله؟ انا متعقد من الدكاتره من ساعه اللي حصل لعمي. وايه اللي حصل لعمك؟ عمي تعب. لا اله الا الله، الف سلامة. جاله السكر. يا الدكتور قال له علاجك الاول انك تمشي. كويس. مشي. يعني مشي ازاي يعني؟ يعني مشي. ايوه يعني هو قال له انت امشي مثلا يعني تعمل رياضه تعمل حاجه. ما قالوش، قال له امشي مشي. ما قالوش ارجع. انت منين يا حاج مهدي؟ ايه؟ انت منين؟ انا من الصعيد شويه كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا ناس محترمه جدا وجميله جدا. يا بس سلام. هو انت حشري ليه بقى؟ انا حشري ورغاي واهلك واختك انا اتكلمت في حاجه يا حاج مهدي. يا عم ما يصحش كده. عيب. معلش يا حاج مهدي. معلش. لا بس والله الناس لطاف. اتفضلي يا دكتوره هند. يا فندم ما تقلقيش ان شاء الله هيفوق يبقى زي الفل. ان شاء الله هيخف ويبقى كويس ما تقلقيش. هو عنده ايه؟ اكشفي عليه كده شوفي ماله. طب دي سخن؟ سخن. اوكي اوكي. طب اخبار الرضاعه الطبيعيه ايه؟ ترضع طبيعي؟ رد عليا، بترضع طبيعي؟ لا بالشاليمون. بالشاليمون. لا اصل الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا اللي في سنه. الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا اللي في سنك. لو ما كانش رضع وهو صغير.
مش عايز يرضى. هو عنده تسلخات؟ انت عندك تسلخات حجمها دي؟ في تسلخات ولا ما فيش؟ طب ما تكشفوا عليه ولا حاجه. ما تهمش عادي. انا صريح، انا صريح. ايه صريح؟ في بس ما بحبش اقول. مش عايز يقول. يا حرام، هديه خالص وحطيه على حجر. تعالى تعالى. يلا يا عم يا بختك. نايمين نايمين. نام على وشك يلا. يا بتعملي سحر ولا ايه؟ يا عم كلام الدكتور اسمع. يلا ها؟ يلا بقى اديله اللبوسة. يا لهوي. دي حاجة طبية يا رب. يلا 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 خلاص خلاص يلا. يلا يلا عشان تسمع كلام الدكتورة. لازم تسمع كلام الدكتورة يلا. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ مش انت اللي بتقولي؟ ده انا كنت بكلم حالة معايا على التليفون. يعني مش انا؟ يعني مش لا طبعا. ايوه مش انا يا عم. ايه ده؟ حداد حيلي. هو حضرتك المريض؟ لا مش انا المريض. اصل انا افتكرتك المريض. انا لو اعرف ان انت الدكتوره كنت اتمنى ابقى انا المريض. لا بعد الشر عنك. اهلا بيك. والنبي يعني يا جماعه شجرتين وكوبايتين ليمون. حاجه ساعه كولا بيبس. حاجه ساعه كولا بيبس. والنبي عشان المدام يعني خد حاجه. خلص بقى. انت اسمك ايه؟ هند. عاشت لسامي. ميرسي. اسمي جميل قوي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي شهاب. الله. اسمك حلو قوي. انت اللي اجمل واحلى. ميرسي. المهم ان انت يعني مش عيان ولا حاجه. لا 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 دكتورة. زي الفل. دكتوره الحمد دكتورة. لله دكتوره الحمد لله دكتوره كلميني. لا بس عشان أيوة. بس الاستاذ الاول. اهلا بيك. امال مين العيان؟ انا هو العيان. عم مهدي. ايوه انا يا عم مهدي. انا هو انت حالتك عيان غيري؟ عم مهدي انت كل يوم تتخانق يا عم مهدي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مالك النهارده حصل لك ايه؟ بصي دماغي اتفتحت من هنا. طب وريه من هنا كده. استنى انت طويل قوي. اه طويل. انزل قلت كده شويه يا عم مهدي. اسمع الكلام بتاع الدكتوره يا عم مهدي. بسم الله ما شاء الله. ايوه سلام. ده جرح. ده ايه الجرح العسل ده؟ اه والنبي جرح. ايوه صحيح ده فعلا جرح حلو قوي. ده جرح قمر. ده انا في حياتي ما شفت جرح بالحلاوه دي. جرح كيوت كده عارف؟ جرح كيوت يعني لذيذ كده. انا هودي الجرح الحضانه. لا جرح كيوت يعني مصطلح جديد. يجنن. لا لا انت يعني بصراحه هو الجرح اللي يجنن. طب انت شايفه ايه يا دكتور؟ تفتكري ممكن نعالجه بايه ده؟ هو يتخيط. طيب هنخيطه. نخيطه؟ طيب مع حضرتك يا ابني. ده مين يا فندم؟ ده مين يا فندم؟ اسكت بقى انت. الجرح ده هيتخيط. على الجرح بتاعك الكيوت. ها الكيوت. ممكن تجيبي ابره وفتله ونحاول نخيطه مع بعض؟ طبعا. معاكي؟ طبعا. طب يلا يا دكتور تعالى 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 حاج مهدي انا عاجبك. يلا اقعد كده اهو. عايزه ايه؟ فوطة سخنة. ليه يا ولد؟ مين ده؟ امسكه كويس. انا همسكهولك كويس قوي. اصل انا عارفاه ممكن يفلت منه. ايه ده؟ ما تقلقيش. انت هتنجدي مرتبة ايه اللي انت جايبها ده؟ يا لهوي. طب ده بقى دكتورة يعني عنك ممكن انا اعملها عشان صوابعك ما تتعورش؟ لا انا اللي هخيط. صدقيني خليني انا اللي اخيطها عشان انا خايف عليك. لا انا اللي هخيط. طب انا ينفع انا اللي اخيط؟ ما تسكت انت. اسكت خالص. انا الدكتوره بقى انا اللي هخيط. اتفضلي اتفضلي. احلى غرزه شفتها في حياتي. يا سلام. ادي الغرزه الثانيه. لا دي الثالثه. دي الثالثه؟ ادي الرابعه. تمام كده؟ تمام. خلاص ناقص بقى نشوف مين اللي هيقطع الفتله. انا اللي هقطع الفتله. لا خليني انا اللي هقطع. لا انا اللي هقطع الفتله. انا دكتور خايف على اسنانك. لا انا اللي هقطع الفتله. والله صدقيني. طب بعد اذنكم ممكن اجيب المحافظ اللي يقص. اخد اسكت. طب انا عندي فكره يا دكتور. تيجي نعد لغايه ثلاثه ونقطعها مع بعض. موافق. فكره حلوه دي. يلا واحد اثنين اثنين ثلاثه ثلاثه. ايه ده؟ نسيت احط لك بنج. انا اسفه. يا راجل يا راجل يا راجل. معلش يا عم. لا 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 انا اتبنت من كلامكم. والله العظيم نسيت. انا اسف. والنبي ما تزعل مني. دخله بقى جوه يرتاح. طيب حاضر يا دكتور. تعالى يا حاج مهدي تعالى. يلا يا دكتور. انا هدخله وهخرج على طول. وانا هكتب لك روجيتا حالا. ماشي اتفضلي. خش يا عم مهدي خش. خلاص خلصتي؟ ايه هو مين الاستاذ؟ يا نحنوحة. في ايه يا بنت؟
تعرفي انا متخيله انك انت هتساليني السؤال ده وديك سالتيه. على فكره الولد ده مرتبط، يعني شيليه من دماغك يا ماما، يعني في مزه كده لو عرفت ان حطيت عينك عليه هتقطعك مليون حته. لا انا مش قصدي حاجه، انا بسال بس يعني. وانا برضو مش قصدي حاجه، انا حبيت افهمك. خلاص يا دكتور، اول ما نمت على السرير خلاص راح في النوم على طول. بجد؟ ايوه ان شاء الله يقوم كويس. ان شاء الله. وانا كتبت له روجيتا فيها مجموعه لبوس كده، ان شاء الله يعني هيخف. ما خلصنا بقى. تحت امرك يا دكتور. هات له كل الادويه. تمام، دي روشيتا. بطلي نحنحها. ما تخلصينا بقى، انت اسكتي شويه، ما صدقنا شفنا حاجه عليها تقيله. ايوه يا دكتور انا معاكي. يعني ممكن تضرب له جزر على بطاطس؟ انا اسمع كتير ان الجزر مفيد للبطاطس. هايل هايل. طيب دي حاجه لطيفه قوي. لو في اي حاجه عندك ممكن تكلمني تبقى تسالني. انا اكلم حضرتك؟ اه يا ريت والله. طيب ممكن اقدر اخد رقم التليفون؟ اكيد اكيد طبعا. طيب. هو مع لولا هتديه لك. لولا ممكن ما تدهنيش. طيب ممكن حضرتك تكتبي لنا الرقم؟ ما تنسيش تديله رقم البقال ورقم الجيران بالمره. خلصنا بقى. لحسن كنت بتدبر عطلان. اشوفك على خير. ان شاء الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. الموريتك بره يا هند. لا موز. موز ولا لا؟ جدع. لا بس هند مختلفة. هند مختلفة تماما. وادي نومة. هند. هند. شايفه حقيقة قصادي، أنا لو بحلم أكمل وأحلم، ده الحلم ده أصلا مش عادي. أنا لو بحلم يبقى أنا هحلم تخديني تؤمني
احزاني بتهون. ارتاح جدك وانا وياكي يا عيون قلبي عمري فداكي، وان غبت تقيل استناكي زي المجنون. حتى كوباية شاي مفيش الا بتاع عشب عجيب كده ونيلة حاجة تقرف. يا رب العيال تخش لا تلاقي حاجة في المطبخ ولا في يا شاب النوم ده كله تعال. كنت نايم حاج مهدي. كنت نايم ايه؟ اسكت. ايه اللي انت عامله ده؟ ده أنا ما لقيتش شاي ولقيت عشب. عشب إيه ده؟ عشب حلو. لا أنا ما بشربش حاجة ما أعرفهاش. لا اشرب حلو. لا 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 ما بشربش أنا حاجة ما أعرفهاش. يا غير عليا الطلاق لا تشرب. يا جاب الطلاق؟ ماشي يا حاج مهدي. ده عشب. عشب. إيه؟ إيه؟ إيه ده يا عم أنت؟ عشب. عشب إيه ده؟ عشب حلو. ده طعمه مر أوي يا أخي. مر خالص كده؟ دو كده؟ يا لهوي ايه؟ ده مر اشرب. لا راجل. اشرب اشرب حلو حلو حلو. لا بجد يعني طعمه مش حلو خالص يعني. ده في بذر. ده بذر ايه؟ صدق في بذر فعلا؟ يعني اصلي. فعلا؟ ايوه هو. لا بس في فكرة برضه. فكرة عجيبة. بتضحك على ايه يا عم؟ في بذر. طب ايه المشكلة بقى خلاص؟ شربت البذر كله. انت شربت البذر كله ها؟ يا لهوي. التليفون بتاعي فين؟ ماله هتعمل ايه؟ لا معلش اصل انا ناسيه، عايز اعمل تليفون ثانية واحدة. ليه؟ ثانية واحدة حاج مهدي. اتفضل. هتيجي مش هتلاقي العشب. ايه البذر ده؟ يا لهوي على بس لعلمك يعني طعم وحش. ده وحش وحش وحش. لقيته خلاص. ايه؟ في ارقام مهمه ما ينفعش يتساب التليفون ده. ايوه برضه طبعا. انت مالك قاعد على الارض كده ليه؟ حلو بقى البساط احمدي كده. ماشي. امال ايه؟ اشرب عشب. ما عندكش حاجه غيره؟ لا ما عندي. هو في حاجه؟ ده العيال ميح. لا بس انت راجل جدع يا حاج مهدي بجد. الله يخليك. لا يعني من الناس الحلوه المحترمه يعني. الله يسترك. حقيقي بجد يعني. الله يسترك. كلمني عن الحب يا حاج مهدي. أنا الحب؟ انت الحب؟ يا سلام. انا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل. سلام. أنا. أنت. أنا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل. يا سلام. وسافر من غير وداع فات في قلبي جراحه تهت في سكة سفر والعيون مرتاحه. الله عليك يا حاج مهدي الله عليك. تحب أنت أغاني قديمة ها؟ ما تسمعنا حاجة. لا لا ما أعرفش أغني أنا. لا حاول تغني. لا 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 لا. انت يعني غني غني غني. اغني لك؟ اي حاجه كده حلوه كده برضو نسمع برضو. لا بس انا صوتي رايح النهارده معلش. بقول لك يا حاج مهدي انما انت يعني ايه رايك في الاغاني الجديده بتاعت اليومين دول؟ فين دي؟ اللي الاخ اللي يقول لك كل مره اشوفك فيها ابقى نفسي فيها. نفسه فيها يعني؟ ليش عرفنا انا اللي نفسه فيها؟ اللي نفسه فيها ايه الكلام ده؟ ولا الجرع التاني اللي يقول لك اديك مش عارف في البتاع يدي مين؟ يدي مين يا انا ايش عرفني انا وانا اللي غنيتها؟ حتى البنات يا اخي يعني زمان كانت العروسه كده تبقى قاعده في الكوشه مكسوفه. العريس يجي يمسك ايديها كده تروح عامله ايديها كده. الرقاصه تيجي ترقص وتعمل جنبيها كده تروح عامله كده. تعالى اتفرج دلوقتي. اولكش مفيش رقاصه.
فعلا. اه وتلاقي هو في ترقص تعمل كده. والعريس مسكين عمال يعمل كده. انت بتعمل فيه كده قدام الناس، هتعمل فيه ايه جوه؟ صحيح والله عندك حق يا حاج مهدي. لا عندك حق فعلا. الدنيا اتغيرت يا حاج مهدي، زمن غير الزمن. بقول لك ايه؟ قول. تيجي انت تسالني سؤال وانا اسالك سؤال. تلعب فوازير يعني؟ اه. ولو انت سالتني وانا ما عرفتش اديك 20 جنيه. كويس. ولو انا سالتك وانت ما عرفتش اخد منك 200 جنيه. ليه ان شاء الله؟ ما انت متعلم وانا ابيض. ماشي، اسال. انت اسال الاول. اسالك انا الاول. اه. اقول له ايه؟ طب يا سيدي، مين يا سيدي اللي اخترع النظريه النسبيه؟ ايه هو ده؟ ولك ما اعرفش. لا جدع. اه. انا احب العيال اللي بتوفي بكلامها. انا بقى اسالك. اتفضل. ايه اللي يطلع الجبل ثلاثة وينزل واحد؟ ايه اللي يطلع ثلاثة وينزل واحد؟ ما انا بسالك ايه هو؟ ما اعرفش. هات هات 200 جنيه. حقك. اه ايه هو اصل ده علم. خد يا عم ادي ال 200 جنيه. اه. أنا بقى عايز أعرف إيه اللي بيطلع الجبل ثلاثة وبينزل واحد ده؟ ما أعرفش. ماشي يا حاج مهدي. آه. ماشي يا حاج مهدي. لا أنت راجل عسل. آه. لا أنت تخليني أقول لك على حكاية جميلة أوي. اتفضل. بيقول لك يا سيدي. طب اشرب عشب كده. انا بشرب. حاضر. قول. اعرفش البتاع ده ماله، فيه ايه؟ مش متظبط انا. قول يا باشا. بيقول لك اتنين سماحهم تقيل. ايوه. واقفين على محطه اتوبيس. ايوه. فواحد بيقول للتاني. ايوه. النبي اخ. اه. هو الاتوبيس ده بيروح مصر الجديده. اه. قال له على الحديده. ايوه. ليه يا ابني طالب احسان؟ اه. قال له بذر الكتان. اه. ما بشربوش. اه. قال له ما تعرفوش ليه كفالة الشر. اه. قال له راس البر ده مصيف محترم. اه. قال له هرم اتخرم دي كانت منطقه جميله. ايوه. قال له جميله، هو انت جعان؟ قال له عيان. أيوة. ما تروح لدكتور. قال له حنطور ليه؟ ما الساعه لسه ثلاثه. ايوه. قال له دكتور ساعه. ايوه. شوف لك شغلانه تاكل منها عيش. قال له خش ده صوف انجليزي. أيوة. قال له بنتك ديزني ربنا يخلي. قال له انتاج محلي دي من بلاد بره. قال له مستشفى من بره. هو انت لسه عيان؟ قال له دخان. عندك حق السجاير. ايوه كده. يا ساتر يا ساتر، ده احنا من شبرا يا صيع. شبرة ايه يا عم بقى؟ ايوه يا عم شبرا. جايب معاك اتنين، جايب معاك اتنين هنا عشان تجيب فلوسك. انت جاي لو جاي لوحدك غير الاتنين اللي ما بيسمعوش دول ما كنتش خدت حاجه. يا لهوي يا لهوي. بس لا بس انا مش متظبط. ايوه ولا انا. لا 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 لا، في حاجه. بذر، البذر هو اللي بيعمل كده. حاسس ان انا عايز. ايوه. عاوز ايه؟ عايز ايه؟ تعبان. تيجي نلعب تاني؟ لا لا حاسس ان انا إيه يا عم؟ الله 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 الله، في حاجه. ايه يا عم مالك يا عم؟ في حاجه مش متظبطه. استر يا رب. انت حطيت لي في البتاع ده حاجه. ده عشب. ايوه العشب ده فيه ايه؟ ده عشب. فيه ايه العشب ده؟ وانا شرفني، انا ده فعلا زبد الشاي. انت حطيت لي في العشب ده حاجه ولا العشب ده فيه ايه؟ انا مش فاهم. انا عمال اتلف. ايه الكلام ده بقى؟ انت هتعمل لي مصيبه بقى. يا ابني ايه؟ ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ ليه تعمل كده؟ الله 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 الله. ليه كلكم تعملوا كده؟ الله 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 الله. ليه؟ اضرب. حرام عليكم يا سفله. اضرب. حرام عليكم يا مجرمين. اضرب على طول. دي مصر بلدكم. ايوه. لازم تحافظوا عليها. ايوه. تحافظوا على كل شبر فيها. ايوه. ليه بتبيعوها يا خونه؟ انت صبحت على مصر كل يوم. حاضر. دفعت كل يوم جنيه ولا لا؟ قفايا اتقطع. انت. ايوه. انت. ايوه. 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 يا مجرمين. خلاص يا عم. يا سفله. خلاص يا عم. يا سفله. يا لهوي يا لهوي. قول معايا. حاضر. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم. جيلك ده سكر جوك معطر، شهدك مكرر بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. مدرسة يا صفا. انت بقى
جمهورية مصر العربية. بتاع جمهورية مصر العربية. بتاع جمهورية مصر العربية. ايه في ايه في ايه؟ يا مس يا مس روح الحمام يا مس. عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه يا خالي؟ تعبان. سلامتك يا شهاب مالك؟ وفي ايه؟ سمعت دوشة ومش عارف اتمرن جوه. حط لي حاجة. سقيته. استريح. قعدت انا وهو عملنا شربنا جبنا البراد وقعدنا هنا راح جايب لي عيلين. عيلين؟ واحد اطرش. واحد مش عارف ايه وواد بحديده وواد بجريده ولموا الدنيا هنا فانا انا ساعته البتاع اللي هو ده بس كان ايه يا عم مهدي ما فيش حد الشقه ايه احنا الاربعه بس انا امال الاثنين يا اولاد الذين خدوا ال 200 جنيه وخلعوا مين دول مين دول مين دول مين دول ما بيسمعوش دول ما فيش حد يا عم فين دول فين منين ايه انا ساعته عشب من اللي جوه ايه عشب عشب من جوه في المطبخ اه يا نهار ايش انت ما تعرفش العشب ده ايه ايه ده بانجو يا عم مهدي بتقول ايه بانجو تعالى هنا ايه في ايه انت بتخرج على ايه بنخد مين انت بتعوش ليه بس مين يا عم انت مين يا مين ايه تخرب ايه عارف ايه ايه يا جدع ايه يا بانجو مين يا ايه بانجو عظيمة يا مس ايه يا ارض النعم ايه يا ما وسع يا عم انا وزيك يا نهار اسود انت مش كنت مغمى عليك دلوقتي انا فقت الحقيقه بقى مين يا عم استنى بقى خلينا نتصرف اهو اكلم الدكتوره هند تيجي البانجو بتاع مين البانجو بتاع عماد ابن اختك انا مالي انا انت بتبص لي ليه انت اللي جبت البانجو هنا انا اه يا خالي هو ده وقته يا خالي إيه؟ احنا عايزين نلحق الراجل الاول إيه؟ عايزين نتصرف الاول اه كلم ثانيه واحده ثانيه واحده كلم بتاع البانجو كلم بتاع البانجو استنى 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 انا هكلم الدكتوره هند خلاص جبت الموبايل اتصل بتاع البانجو الو اه دكتوره هند ايوه صباح بقول لك يا دكتوره هند احنا شهاب بس مغمى عليه في الشقه ايه شرب بانجو اه ومغمى عليه إيه عم مهدي شربه بانجو اه بس هو شهاب مغمى عليه وعم مهدي مش مغمى عليه لا الاثنين اللي كانوا هنا الاثنين اللي كانوا هنا الاثنين اللي كانوا هنا طب يلا يلا هي على السلم وطلع هي على السلم وطلع يلا طيب طيب ايه ايه هتعمل ايه هتكلم مش وقته خالص احنا عندنا مصيبه كلم صاحبك اهدى بقى ايه كلم المعلم ثانيه واحده يا خالي ثانيه واحده اه هبه حبيبه قلبي ايه ايه اه دكتوره هند ايه حضرتك على الباب خلاص طب اه عشان شباب تعبان قوي النبي ماشي اتخبط ماشي اتخبط اتخبط خلاص 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 اللي انت عملته ده يا دكتور ماله شاب في ايه ايه مالك يا شايف مالك شوف في ايه شرب بانجو شرب بانجو شرب بانجو يا دكتور ايه هند ايوه في ايه؟ ايه؟ مالك؟ هندي فين الفستان الابيض؟ فستان ابيض فين يا هندي الفستان الابيض؟ فستان ايه؟ انت جميله قوي كده ليه؟ ايه ده؟ انت حلوه قوي كده ليه؟ ايه الجمال ده؟ هند هند ما تصدقوش ده مسطول ده مسطول ده مسطول الحلاوه دي هند انا عايز اعترف لك بحاجه هند ايه؟ انا نسيت ان احب ونسيت ان انا اتجوز وانا كمان بجد نسيت احب واتجوز بس اول ما شفتك خلاص انا افتكرت كل حاجه شهاب انا بحبك يا هند شهاب ما تصدقهاش دي ما بتشوفش بحبك قوي يا هند تعبان عايزين ننقذها دكتوره طب دخلوا اوضه النوم اوضه النوم ايه هو انت جايه تجوزيه هنا ايه اللي انت بتقوله ده انا داخله اسعفه والله ايه اشمعنى هو تسعفيه في اوضه النوم وتسعفيني انا على الكنبه مش وقته يا عم مهدي لازم ننقذه قوم يا شهاب يلا يلا نخش الاوضه يا شهاب فين هنخش الاوضه لا لا ليه لبوس لا ما تخافش لبوس لا يا هند ما تخافش خده معاه هيثم يلا يلا شهاب يلا يلا ما تقلقش ما تقلقش ايدك معايا ما تخافش هتبقى كويس هتبقى كويس ما تخافش لبوس لا ده كاس وداير يا حبيبي انا عايز اعرف يا جماعه في ايه شهاب حصل له ايه اللي حصل شفتي البيه شربوا بانجو يا نهارك اسود شربوا بانجو لا طب شربوا ملوخيه تغذيه اشربوا ملوخيه انا ام احمد الحمد لله الحمد لله هو بقى كويس ما تقلقوش في ايه نام شويه لا ارتاح يا دكتور الحمد لله الحمد لله وفاق شويه بقى كويس بوسطة ايه ده ايه ده مين في مين اللي بيخبط افتح الباب افتح بوسطة طيب ايوه خد انت يا ناس اللي هنا احنا عمرنا ما جالنا بوسطة تعالى ايه ده؟ الراجل بتاع البوسطة حبيب قلبي عامل ايه يا هيثم؟ والله وحشني ايه الاخبار؟ الله يكرمك يا سعادة الباشا يا واد عاملين ايه؟ الحمد لله اتفضل يا سعادة الباشا اتفضل انا جبت لك معايا جوابات التعيين والله وتعبت وانا بجيبها طب ليه ده احنا كنا نجي لك لحد المكتب ناخدها لا يا باشا انا مش عايز اتعبك لا انا مش عايز اتعبك اتفضل يا باشا اتفضل بس انا عايز الحلاوة ها خلي بالك حلاوة ايه؟ حلاوة الجوابات عند البقال هناك
معلش معلش بس حلو. يلا انت اوفر قوي خلاص بقى مدام سميره. يلا يا حبيبي يلا حبيبي يلا بابا يلا حبيبي يلا. لا 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 استنى 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 بس اسال لك والله ما طلع. والنبي انا مظلومه ما اعرفوش والله ما طلع غير لما اخد الحلاوه. ما هو بالعافيه هو بيمثل بالعافيه. سيبوه واقف سيبوه واقف. بالنسبه للجوابات دي يلا نرجع بقى نرجع. ايه ده جوابات تعيين؟ اذا تعينتوا مبروك يا عيال بقيتوا رجاله هتتعينوا وتقبضوا اهو. طب ما تبص كويس كده يا هيثم لحسن تكون الجوابات دي مزوره. اوفر انا اللي اوفر. ماشي تمام هي الجوابات مزوره يا بيبي. يقول لك غريب مدام سميره جوابات مزوره ايه؟ حتى يا عم كلنا حالة ادائنا ما يعلم بالله. هو انت عشان ماضي مش فارق معاك. بقول لك ايه بقول لك ايه ولا الموضوع بالنسبه لي كله ثلاث دقايق بس. حبيبي إيه؟ ممكن خليكي في كارتك شويه؟ ممكن؟ هي كمان عرفت موضوع الكارت ده؟ عرفت. انا عارف كل حاجه. واضح ان انا اتفضحت في امريكا كلها. هيثم هيجي لي كل حاجه عنه. وير از ماي مين ولا لا؟ وير از ماي وور. ايه ده ايه ده؟ كتير قوي. حصل 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 كابتن كابتن. انت يا ولد انت وهو. ايه ده ايه ده ايه ده 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 القبطان. القبطان الظابط ده ولا ايه ده؟ بتاع السفينه. ايه يعني القبطان بتاع السفينه؟ يعني اهم واحد هنا. مهم جدا. ايوه طبعا. انت يا ولد. ايوه يا فندم. مش انت الفار اللي واقف وراك ده؟ انا تحت امرك. تعالى يا حبيبي تحت امرك يا باشا. الله 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 الله. ايه ده؟ الله يخليك. ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله يخليك. لبس الشغل. انت شغلتك ايه يا ابني على الماركه؟ بوروروم. اللي هو اللي يا اخوات. هي حصلت برو. ايوه الله الله العظيم هو بغباوته. بس انا هعد العشر ثواني. حاضر. انت هنا بارمن. ايوه بارمن. تكون واقف في مكانك. حاضر. واحد بس اقول لحضرتك سؤال. اتنين سؤال صغنن بس. تلاتة ارجوك هو سؤال وهمشي اروح البارمن. اربعة ابوس ايدك واقف الستوب ووتش ده واسمعني. خمسة يا فندم سؤال واحد بس. نعم. حضرتك في البارمن ده يعني هو مليان ازايز بصراحة ويسكي وخمور وبيرة ويعني أيوة أيوة. في حاجات كده. انا بقى يعني الحاجات دي كلها حرام ماليش فيها بصراحة. نعم. يعني انا راجل هوائي ترابي يعني سيجارة حشيش سيجارة بانجو. ستة سبعة ثمانية تسعة. لا 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 انتي انتي مجنون. الله دي حاجة حلوة أوي. انتي ده مش عارف اجيب لكم ليمون. انا اسف. ليه ما اروح اجيب ليمون؟ انا اسف. ثانية واحدة اسف. انا اسف بس كانت بتسألني على حاجة في شرم وانا كنت بقول لها يعني هي فين. قلت لها؟ ايوه. يا صباح الهنا والجمال والسعادة والقشطة. هاي هاي. بقول لحضرتك ايه؟ يا هي بالنسبه للشنطه دي شنطتك؟ دي بتاعي انا دي على فكره. طيب مالك انا ما قلتش هسرقها انا بسالك بتاعتك؟ اه بتاعي انا. انا اقول بتاعي خلاص يبقى بتاعي. خلاص يبقى بتاعي. سمعت يا ولد؟ ايوه يا فندم. انا اقول بتاعي يبقى خلاص بتاعي. ايوه اوكي. خد الشنطه وديها على غرفتها. حاضر يا فندم تحت امرك. غرفه كام سعادتك؟ اوكي اتفضل. اوكي غرفه كام؟ 312 حبيبي. لافلي 312 حبيبي. حاضر ممكن الكارت بتاع حضرتك بس؟ يا حبيبي اتفضلي يلا روحي يلا يلا اتفضلي بسرعه. اتفضلي يلا روحي يلا. ايه اللي اتفضلي يلا اتفضلي روحي ودي الشنطه. حاضر يا هاني. بقول لحضرتك ايه؟ يا هو هانم اتفضلي يا هانم دي كانت ليا ولا لحضرتك؟ لا حبيبي اكيد ليكي انت. مستحيل ليكي انت. لا ليكي انت. لا ليكي انت. لا ليكي انت. على فكره ليكي انت. طيب اوكي مفيش مشكله مفيش مشكله. عن اذن حضرتك عشان انا بحب العب شويه رياضه الصبح. كله على مركب كريزي. كابتن اكسكيوز مي كابتن. ما انا كنت واقف جنب حضرتك هنا على فكره من ثانيه واحده. افتكرتي ايه؟ افتكرت حاجه مهمه كتير. اتفضلي. ليه اسمه شهاب دي يا حبيبي؟ حبيبي تعالي روحي. لا 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 مش هنا. انت ليه كده؟ خلاص يبقى هنا تعالي هنا. لا حبيبي مش كده برضو. انتوا ليه مصريين كده؟ ليه كده دايما بيفكروا في الحاجات دي؟ مصريين. مصريين يا جماعه. كله كده في جوه حاجه مش عارفين نفكها من جوانا. اوكي حبيبي طب يلا يا روحي. يلا تعالي. انت كريزي
كريزي نو كريزي نو حبيبي انا قبطان. انت حبيبي حبيبي بس اهدي شويه. اتفضلي. في حاجات تانية مهمة مش كل اللي انت تفكري فيه ده، بس حاجات مهمة كتير في حياة غير ده؟ ها هما بس مصريين كده. أيوة انا فاهم كده كتير الحمد لله. المهم حبيبي اللي اسمه شهاب دي تشتغل ايه على مركب؟ بيلمان، يشيل شنط، هاوس كيبنج، يعني حاجات كده. اوكي هاوس كيبر فهمت. خلاص يلا روحي روحي. لا 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 روحي روحي روحي. ايه بقول لك انا اللي قبطان صاحب المركب تقولي لي يلا روحي روحي روحي. يا خلاص عرفتي كل حاجه. يلا روحي يلا روحي يلا. طيب انا عموما هسيبك عشان انا بحب العب رياضه الصبح. 1 2 1 2 1 2 كريزي. بص مركب مجنون ده، بس الواحد بيدوخ على المركب. لا يا هوبي يعني انا ماشيه بالثابته نفسي. انتوا ايه ما بتحسوش؟ وبعدين ايه؟ سوري يا حبيبي خلعتيلي كتفي. انبوبة البوتاجاز داخله في حضني. انا اقول سوري وانت دمه خفيف كتير. بجد بجد. وانتوا دمكوا تقيل. وانتوا دمكوا تقيل. يا يصطادوك على الحيط بشبشب. وقت يقولي ايه شبشب؟ امك اسمها زكريا. مامي انا زكريا. هبله مبسوطه. وشك فرحت وقفاك ليا. حلوه دي. يلا كمل كمل. الهبله بنت الهبله دي فرحانه انها بتتشتم. انت بقى اكيد مش فاهمه اللي انا بقوله. والله لا حبيبي. ايه على فكره ايه انا افهم كل حاجه. انت تفهمي كل حاجه. كل اللي انت تقوله بجد. كله 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 كله. طب كويس والله. حبيبي إيه؟ انت مصريه ومظبوط. لا انا شبراويه. يلا اوكي يا حبيبي اوكي. انت بقى اكيد من بولاق. نو 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 حبيبي. امال انت منين؟ انا امريكا. طز. ايه يعني من امريكا؟ هتخوفينا؟ نو احب اعرفك بنفسي. انا لولا. لولا الرقاصه. واو رقصة المجنونة دي. انا احب رقصي كتير. نعم انت رقصة مظبوط. يبقى رايح جولة فنية. ليا عينيا دي جولة عاطفية. واو جولة عاطفية. واندرفول. اندرفول يا حبيبي. عايزة ارسيكي اللي انا بحبه ده. يا اسمه شهاب. شهاب شهاب. ايوه شهاب ده يا حبيبتي انا زرعته. وات؟ ايه وطي دي؟ ازاي زرعته؟ ايه زرعته؟ زرعته في قلبي. فهمته فهمته. لولا بقول يا حبيبي ممكن يكون صحاب؟ يا حبيبتي اهمدي لما خلص لك موضوع شهاب. لا شهاب دوت في بنت اتلزمت عليه. اوكي ينفع ان انا استسلم؟ نو اسلمها الرايه؟ نو 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 نو. احارب علشان اخد حقي؟ اكيد حبيبي انت هارب براحتك. بالظبط. يبقى لازم اعزم انت على درينك. ده احنا نعزمك ونعزم امريكا بتاعتك كلها. حتى اوباما بتاعك ده يتعزم. ده احنا بالكرم كله. ايه قلتي ايه؟ اوكي حبيبي. مين اللي هيعزمك؟ انت يا حبيبي مصري جميل. لان احنا خيرنا عليكوا. تهدي وتعالي ورايا يا بت. يلا. حاضر حبيبي. علشان خاطري بقى ساعديني في الحوار ده. اساعدك اعمل ايه؟ اعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ ما انا شغلتكم كلكم على المركب اهو. في ايديا ايه تاني اعمله؟ حلو كملي بقى جميلك معايا المره دي وعرفيني اوضه المز ادريان بتاعتي فين. ادريان؟ هو انت فعلا ناوي تتجوز الخواجه دي؟ طبعا ده الحل المثالي لاي شاب عنده نفس الظروف المنيله اللي زيي. يا نهار اسود لو كل شاب مصري عمل اللي انت بتفكر فيه ده بنات مصر هيتجوزوا مين؟ بنات مصر. بنات مصر مش للي زي يا دكتوره. بنات مصر للجاهز اللي معاه كامل اللي هيدفع ايه اللي هيجيب نيش عامل ازاي. الجو ده كله لبنات مصر. عارفه يا دكتوره انا مره حبيت واحده كانت حب حياتي رميت عندها حلم عمري كله. مجرد الفلوس اللي سابها لي ابويا في البنك ما خلصت رميت لي دبلتي في وشي. لبست دبلت اول راجل شافت محفظته. وادريان بقى هي اللي هتحبك؟ هي اللي هتخلص لك؟ مريشه وعايزاني يا دكتوره. يعني كلها شهر بكتير واطير معاها بقى على امريكا واعيش الحياه هناك بقى واتنغنغ وتبقى ايه عنب يا دكتوره عنب. حياه رخيصه ما بيحلمش بيها غير البليد الكسلان.
عارف انا اسفه يعني، بس انت متخيل الناس هتبقى شايفاك ازاي؟ زي اي ست رخيصه بتبيع نفسها اللي يدفع اكتر. ايه يا دكتوره، انت مش ملاحظه ان كلامك قاسي قوي؟ قاسي؟ هو انت شفت قسوه؟ القسوه دي كنت المفروض تشوفها من باباك ومامتك، دلعوك. كنت اي حاجه بتعوزها بتلاقيها، ما بتنامش غير وهي في حضنك. كفايه ارجوكي بقى، حتى الوديعه اللي سابوها لك فضلت تبعزقها يمين وشمال على نزواتك وعلى الحاجات الفاضيه اللي كنت بتعملها. كفايه يا دكتوره، عشان خاطري كفايه. انا حاسس ان انا واقع في بير غميق قوي، بير ملوش قرار، مش لاقي اي ايد تساعدني يا دكتور. انا بمدلك ايدي للمره الثانيه عشان خاطري. انت خلاص بقيت بتشتغل. بعد ايه بقى يا دكتور؟ بعد ما اتكسرت كل الحاجات الحلوه اللي جوايا؟ عارفه يا دكتوره الكام سنه اللي انا كنت عايشهم دول كنت حاسس ان انا ايه؟ كنت حاسس ان انا صرصار. صرصار مقلوب على ظهره، بحابي وعافر عشان اتعدل واقول بكره هيجي ويعدلني. بس بكره كان بيجي يا دكتوره ويدوس عليا. لا هو سايبنا اتنفس ولا سايبنا موت. عادي، شاب اتخرج من كليه تجاره بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف والمفروض يتعين معيد. بس ليه يتعين معيد؟ انت مش ابن دكتور عشان تتعين معيد. ابن دكتور هو اللي لازم يتعين معيد، وانا مش معايا واسطه يا دكتوره، فما ينفعش اتعين. طب هشتغل ايه؟ ايأس؟ لا ما يأس، لازم اعمل زي في البرامج ما بيطلعوا يقولوا لازم تشتغل وتسافر ليه وتسيب بلدك. خلاص انا مش هسافر ومش هسيب بلدي وانا قاعد يا دكتوره في البلد. بس الشغلانه الموجوده قهوجي في قهوه. اشتغل يا دكتوره، مش هيأس، هشتغل. كوبايه شاي هنا يا هيثم، حاضر. اتنين انسون هنا يا هيثم، حاضر. ثلاثه حلبه هنا يا هيثم، حاضر. غير الشيشه دي يا هيثم، حاضر. اقلب الترابيزات دي ونضفها يا هيثم، حاضر. اقفل القهوه يا هيثم، حاضر. حاضر يا دكتوره. حاضر يا دكتوره، عادي. عايزين افضل شغال مرمطور هنا على المركب؟ حاضر. عايزين اسيب ادريان يا دكتوره وما اسافرش معاها لامريكا؟ مش حاضر يا دكتوره، مش حاضر. ليه كده؟ ليه الياس اللي انت عايش فيه ده؟ تقدر تقوم من جديد، تلم اللي اتبعتر منك، تبني لك حلم جديد تاني. ياه، لسه هبني من تاني يا دكتوره؟ بعد ايه بقى؟ انا خلاص يا دكتوره مبقاش فيا نفس اصلا للكلام ده. انا خلصت اصلا يا دكتوره، خلصت. يا هيثم، دكتوره يا دكتوره. يا دكتوره. يا عم ما اللي انت عامله ده؟ انا عارف اللي عملوه فيا ده. ضحكتني وانا مش قادر اضحك. ايه ليه؟ بيلبسوها كده. انا دي شغلانه برضو. هقول لك شوفي لي شغلانه عادله على المركب تعملي فيها كده برضو يا دكتوره. مش انت اللي قلت عايز تشتغل طباخ؟ ايوه انا قلت، بس انت كتبت كده في الاستماره قدامي. ايوه ما انا كتبت كده، بس يعني ايه المشكله يعني؟ هو انا اول واحد يقول هيعرف حاجه وما طالما ما بتعرفش في الطبيخ بتكتب كده ليه؟ ما تقوليش كده، عيب. كلام في سرك، احنا شعب كده تمام قوي، عارفين في كل حاجه. طب كلنا دكاتره، هندسه كلنا مهندسين، رياضه كلنا كباتن، سياسه يو كلنا سياسيين. ده حتى كل عاوز يمثل وكل عاوز يغني وكل عاوز يخرج ومحدش عاوز يتفرج. طب الحمد لله بنعرف في كل حاجه يعني. ما بنشتغلش ليه بقى؟ احنا نفهم نتكلم انما نشتغل لا. طب بوظينا ولا ايه؟ صحيح. وبعدين احنا اخر حاجه اشتغلناها تعبنا فيها جدا، بنرتاح فعلا. احنا بنينا الهرم تعبنا بقى نرتاح شويه صح، وكل اللي يكلمنا نقول له
يقول يا جماعه بنينا الهرم بقى نرتاح. يا لهوي، طب روح ارتاح شويه. والراجل تعبنا بقى. يا لهوي، فين ده الحجر كان قد كده. يا لهوي تعبني. يا لهوي. طب قول لي بقى، بتعرف تطبخ ايه؟ اطبخ ايه يعني؟ ايه يعني لو ما بتعرفش تطبخ حاجه خالص، حتى الحلويات ما بتطبخهاش؟ لما ايه الحلويات؟ حلويات شرقيه، حلويات غربيه، ولا منوفيه. الحلويات يعني تشيز كيك، براونيز، بس بس كوكيز، بس بس بس. ده انجليزي. ايوه والله. يوه والله زمان يا انجليزي. فكريني كده، قولي لي الحروف كده تاني. هتشتغل ايه على المركب؟ اسوق توك توك. مفيش تكاتك هنا عندنا. خلاص اسوق جرار زراعي. انت بتعجزني. مش بعجزني يا جماعه. لا لا يا جماعه مش معقول كده. ايه ده؟ ايه؟ انت هنا وانا عمال قالب المركب عليك من الصبح. ايه ده اللي دخل ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ ده القبطان. ايه القبطان ده؟ اللي بيسوق المركب. مراكب يعني. الله. زميل، ما انا سوقت وقتك يا اسطى. اهلا اهلا. يا حبيبي. ازيك يا اسطى؟ ايه اسطى؟ اسطى ايه يا ابني؟ انا الكابتن. يا نهار اسود ومنيل. هلا هلا عليك يا كابتن. ده زعلان ان انا بقول له يا اسطى وعاوزني اقول له يا كابتن. ايوه هو ولد. كابتن فعلا. اقول له يا كابتن؟ اقول له مش هيزعل. مش هيزعل؟ لا لا هو كده. يا كابتن. ايوه انا الكابتن صح. برافو عليك. يا كابتن. بص يا حبيبي، انت اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه؟ انا اسمي مهدي. مهدي يا كابتن. بقول لك ايه يا مهدي، ايوه انا اهم حاجه عندي ايوه المواعيد. ايوه كل الناس طبعا فاهم يعني ايه المواعيد. يعني الساعه 12 ايوه الاقيك داخل عليا. ايوه بام علي. نعم ام علي. انا اخش عليك بام علي؟ طب ما تخشش انت بيها ليه؟ وانت شغلتك ايه هنا يا ولد؟ لا انا شغلتي اجيب لك ام علي. وتكون سخنه. أنا سخنه كده وملعلطه. ده بيقول لي اجيب له ام علي. هات له ام علي. ومش كده وبس، وتكون سخنه. ده حلو حلو. هو مين؟ ايوه هات له ام علي. ولد. طب يعني لو ما لقيتش ام علي تنفع ام اشرف اهو برضه يعني. ام علي وتكون سخنه. بقول لك ايه؟ نعم. الساعه واحده ايوه تدخل عليا بصوابع زينب. صباع صباع. هي صوابع ام علي وحشه ولا ايه؟ يا ولد ام علي ملهاش صباع، ام علي بتبقى سخنه. يا لهوي سخن صوابعها طارت. ام علي سخنت صوابعها طارت، رجعت صوابع زينب. تدخل لي بصوابع زينب؟ ايوه. عايز 1 2 3 4 5 6 هات لي 26 27 صباع. اما زينب 20 صباع، اكمل بصوابع منى؟ قول له حاضر على كل حاجه وانا هفهمك بعدين. انت يا ولد. نعم. الساعه عندك كام اخر ميعاد؟ الساعة 2 وانت بتقرم صوابع زينب. الساعة 3 ايوه تدخل عليا برموش الستة. اديني 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 رموش بحبها، بحب رموش الست. ده عاوزني امسك واحدة ست واحدة اقفش برموشها لا ده مش كده، ده عاوزهم كده. ده مفتري. انت يا ولد. نعم يا عم الحاج. الساعة 4 ايوه يا سيدي تدخل عليا بقلمظية. احلوي احلوي بقى احلوي. دي فيها قلمظية. ده انا خدت عليه بقلمظية. ايه الشغلانة دي؟ ايه الشغلانة دي؟ والله العظيم انت فاهم غلط. فاهم غلط ايه؟ انا هفهمك كل حاجة والله. هي قلمظية مش قلمظية ولا ايه؟ يا دكتورة معطلة الولد يا دكتورة. ايه؟ بص ايوه الساعة 5 مش هتدخل عليا بحاجة. بقول لك ايه؟ مش عايز اسمع. بقول لك ايه؟ اتفضل. طب لما هو 12 ام علي واحدة زينب ستة الست لا ستة لا رموش الست ايوه دقة دقة ايوه انت المركب دي ماشية ازاي؟ ماشية ببركة ربنا والرياح. الله اكبر. انفخ انفخ. بص يا مهدي. يا لهوي مهدي. نعم. الساعة 6 تدخل عليا بقى بالمشهيات أيوة. والمشويات أيوة. والمقبلات. انا هيبقى فيا حيل. انا عمال احول في ام علي وفي يا عم ارحمني شويه بقى. انا اهم حاجه عندي المواعيد. ايوه فاهم يا ولد المواعيد. طبعا. عشان انا بلعب رياضه كتير. 1 2 1 2 1 2 معلش معلش. ايوه كده برضو والله معلش. دي وجهه نظرك عني. معلش يا عم والله انا يا دوبك دلوقتي فهمت هم ملبسيني دي ليه. والله انت انا
انا والله انت فاهم غلط. اوعي يا شيخه. تعالى بس انا هفهمك كل حاجه. معالي هنعمل الحاجات دي سوا. صوفيا ايمان انت فين؟ عدنا قلنا إماد انت فين؟ انا عمال ادور عليكي. إماد انت عامله ايه إماد؟ انا لما بشوفك ببقى كويس قوي. بجد؟ قوي قوي. إماد إيه؟ انا عايز اقولك على سر. سرك كبير قولي. انا بحبك إماد. ايه ده؟ بجد؟ يس. حبك إماد؟ يس. تحبيني انا؟ يس. اخيرا الحمد لله. على فكره بقى انا كمان بحبك إماد. إيه؟ My love, mon amour, I love you baby, come on. أنا كل ده؟ Yes. أنا بحبك قوي. بحبك بحبك حب روميو الجولييت، حب سيكاباكا لعطيات بشلة. مين كباكا بشلة دي إماد؟ دي أوسخ قصة حب في مبابة. إماد أنت أونتاكي قوي إماد. أونتاكي؟ Yes. ما شاء الله عليكي وكمان لماحة. Yes. أنت فيكي كل حاجة حلوة بجد بجد. انا مش بكذب انا بقول الحقيقه. بجد ايمان؟ ايوه. واقول لك على حاجه كمان بصراحه يعني واجيب من الاخر. يس. انا عايزك. انا كمان ايمان عايزك. ايه ده على طول كده؟ يس. طب حلو قوي. انت عايزاني وانا عايزك، المفروض نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه مان؟ ايه بقى قولي بقى ايه؟ تيجي معايا على ماي روم. ايه ده ماي روم؟ يس. الغرفه بتاعتك؟ يس. اجي معاك على الغرفه؟ يس. على طول كده من غير كارت شحن؟ شحن؟ من ابو مية. لا إماد من غير اي شحن. من غير كارت شحن؟ يس. ده انت رخيصه قوي. قولي ايه إماد؟ لا 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 مش بقول حاجه، بس انا عايز استفسر عن حاجه. قولي يا حبيبي. لما ندخل الغرفه انا وانت يعني انت فري بقى وعادي كده يعني ممكن تفتحي كام وتفتحي لي الكاميرا وبراحتنا؟ إماد حبيبي أنا كلي على بعضي قدامك، ليه أفتح كام؟ صحيح أنا غبي 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 قوي. من غير برضو أي كروت شحن؟ من غير حاجة. يس إماد من غير أي حاجة. رخيصة رخيصة يعني. طيب يعني يلا إماد يلا حبيبتي يلا إماد يلا يلا. أنت ما صدقتي ولا إيه؟ البت دي إيه مضروبة البت دي ولا إيه؟ إماد دايرة فيها حاجة غلط؟ ما عندكوش رجالة ببالكوا؟ بالراحة أنت خوفتيني منك. إماد حبيبتي قولي لي بصراحة أنت خايفة ليه؟ لا مش انا اللي خايف يعني، انا خايف عليك انت. علي انا؟ ايوه انت. انت فاكران انا كده يعني سهل كده والكلام ده؟ فيش الكلام ده، انت فاهمه غلط. اصل انا جامد قوي. بجد إماد؟ بجد إماد. انا حبك جامد. حبك جامد؟ يس. لا اصل انا غبي غبي يعني. انا حبك غبي. ايه ده؟ ايه البت دي؟ اصل انا جوه يعني بعمل ان شاء الله بازات وبضرب بقى ويعني. طب يلا وريني. يا يلا. حاضر حاضر. ده ايه ده؟ ايه الشبطه دي؟ انا خايف عليك مني بجد. اصل بصي من الاخر لو دخلنا جوه انت هتعيشي اصعب 3 دقايق في حياتك. اوكي اوكي كم بيبي كم. انت خلاص مصممه؟ يس. جواب نهائي يعني؟ يس. مستعده؟ يس. ثانيه واحده وجاي. انت رايحه فين؟ اروح اجيب سلم. سلم؟ جيبي سلم ليه إماد؟ عشان لو احتجت اي حاجه من فوق. إماد حبيبتي تعالي انا اجيب لك كل حاجه. من غير سلم؟ يس. طب لحظه واحده لحظه. ستي مش متعصبه، دي اول مره بالنسبه لي. بس انا ناوي اتغابه يعني عشان نبقى متفقين. اوكي إماد اتغابي. بس ندخل جوه حسب الاصول. انا هبقى اصول. ماشي؟ الاصول بتقول ايه؟ ايه؟ ليديز فيرست. ورايا. انت ليديز إماد؟ هو فين؟ هو انت هنا؟ يا كلاب يا كلاب المركب هتغرق يخرب بيوتكو. استنى سيبه، انا مسكته انا مسكته. تعال تعال يا بيبي قلت اهيت مان اهيت بغل هند مان. عارف اسكت. شد ايه؟ انا رشش المركب الصبح 3 مرات بايدي. انت طلعت لي منين؟ انتوا ايه؟ انا سعيد ان انا اتعرفت عليكي. وانا شهاب بجد حقيقي يعني حبيبي. انت انت قلتي انك بتحبي مصر قوي. اكيد حبيبي. رحتي فين في مصر قبل كده؟
كل حته. انا بحب مصر كتير شهاب. كويس. ما تعرفش قد ايه مصر عزيزه على قلبي. الله، دي حاجه تسعدنا جدا. اكيد حبيبي. وانت منين بقى؟ من امريكا؟ انا من كاليفورنيا حبيبي. كاليفورنيا يا حبيبي. جميله كاليفورنيا. وهتقعدي في مصر قد ايه يا ادريان؟ اسبوع. اسبوع؟ احنا عايزينك تقعدي على طول. انت مش عايز تقعدي في مصر على طول؟ انا احب مصر كتير قلت. اوكي حبيبي. كفايه عليكي كده. قولي لفه. في ايه لولا؟ في ايه؟ وقتك ليه؟ خدي ايه؟ اوف اوف. انت واللي بلدك. خلاص انت في ايه؟ ايه؟ بنشتغل. تعالي مولي. ايه؟ احنا في مهمة يا لولا، لازم تركزي. ما انا من ضمن المهمة، ركز معايا شوية. يعني ايه يعني من ضمن المهمة؟ يعني انا زي ما انت بتديها الدينة. اديك ايه؟ ادينا احضان. احضان ايه يا ست انت مجنونة ولا ايه؟ ارقص معايا. ارقص معاك ايه؟ انا في المهمة. اديني حنية. تعال. مش بالعافية. اهو. بالابتسامة. نعم. حس بيا. مش قادر. مش طايق. ليه؟ ليه؟ ايوه ليه؟ بلاش بلاش يا لولا، كملي رقص، كملي رقص. هكمل رقص ازاي بس وانت كده كشري؟ بقول لك يا لولا. نعم نعم. هتوقعني عشان خاطري، دي فرصه. نعم. بالنسبه لي انا ما صدقت اتكلمت معايا. عايز ايه؟ عايزك تقفي هنا وتستنيني اخلص معاها رقصه وكلام وبعد كده ابقى اجيلك. ماشي؟ طب بسرعه. خلاص ماشي بسرعه. اقفي هنا، اوعي تتحركي. لا انا اهو مستنيه حبيبي. وحشتيني قوي. انت وحشتيني شهاب كتير بجد حقيقي. يا رب. اوف والله العظيم لو ما كانش بينك وبينها محرم انا كنت قطعت دمك. اسمعي مش معاك. محرم ايه؟ كريدي. ده ابنك ده ادريان؟ حكي على ايه؟ ده جاك. جاك ابنك البكري؟ نو 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 شهاب، ده صديقي. اوكي اوكي. ادريان. ايه يا حبيبي؟ انت بتكلمي مين؟ شهاب. شهاب يا حبيبي. هاي جاك. امشي كتك وجع في اللي ما تلاقيه. خلاص قلت لك توقف هنا. طب ودي السكريه. ما بقول لك يا ادريان، ما تيجي نكمل كلامنا في حته ثانيه. اوكي حبيبي. يلا 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 كريدي. همسح عليك انت وهي الحصين. ما خلصنا بقى. يلا ادريان يلا. باي باي. امشي كتك وجع في اللي ما تلاقيه. ما كنتش اقطع دمهم. ما بقاش انا ليك هيثم، ما بدي هالوجه الحلو يكشر. ايه؟ في ايه؟ مفيش. حصل ايه؟ ما حصلش خالص. مفيش اي حاجه خالص. اللي هو في ايه بقى؟ في اي حاجه. في اي حاجه. مفيش خالص. ليش عمده؟ منك بلشت معها بالغرفه؟ شو اللي صار؟ ما صارش. ما حصلش حاجه. مفيش اي حاجه. هيثم هيثم، انا طلعت بوق. انا طلعت هوا هوا هوا. اللي هو بس. مفيش خالص. لا لا لا، احكي لي بقى كده واحده واحده ايه اللي حصل. بص، صوفيا قالت لي يلا بينا ندخل الغرفه. حلو. وبس يعني. حلو. انتوا لما دخلتوا الغرفه هي عملت ايه؟ هي قفلت الباب. حلو قوي. صراحه انت بقى عملت ايه؟ شفتها وهي بتقفل الباب، ودي اخر حاجه شفتها بصراحه يعني. طيب بعد ما انتوا دخلتوا الاوضه هي راحت فين؟ هي راحت ناحيه السرير كده. ماشي. انت بقى رحت فين؟ انا كان في كرسي كده على جنبي كده، رحت رايح قاعد على الكرسي كده. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ عرقت بقى. عرقت. فضلت قاعد كده عرق عرق. عرقت جامد قوي. وبعد ما عرقت بردت بقى. بردت بقى، جسمي كله بقى ايه رعشه كده. طب بردت. طب بعد ما انت بردت وترعشت كده ايه اللي حصل بقى؟ سخنت
سخنت بقى، جسمي ولع نار بعصاهدي كده، بقت سخنة قوي قوي قوي. وبعد ما سخنت رجعت عرقت تاني وانا اسكت. قعدت عرق جامد جامد بقى، عرق 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 عرق، مليت الاوضه عرق، يعني غرقت الاوضه، بقت الميه بص واصله لي لحد هنا، وهي بقى واصله لها لحد كده، وبقينا بعيد كده عن بعض، وبقيت الاوضه غرقانه، وانا بقى ما فيش اي حاجه خالص، ولقيتها راحت ايه قايمه وبكتافها كده وبتغمز لي وبتقول لي ايه، مش انت قلت لي هتعيشي اصعب 3 دقايق في حياتك؟ قلت لها هو في اصعب من اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ بس ده صاحبي وانا عارفه يعني. ايه الله يخرب بيت شكلك، ايه اللي انت عملته بقى؟ ما انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. خلاص خلاص انا عارف ان انت ما عملتش. ما عملتش حاجه عادي يا امان. ايه اللي انت عمال حسستني؟ ما عملتش حاجه يا اخي، ما عملتش حاجه. انت بتبص ليه انت؟ امشي كده، مش عايزين حد يعرف اسرارنا احنا. هي اسرار ما بتبقى في كل بيرو هناك، يقولوا الفراعنه ما اعرفش ايه، وانت يا عم بوظت سمعه الدنيا كلها. انا اخرب بيت السنين، عارف بيقولوا سمعتنا وزمان والفراعنه. مش حاجه يعني. مش عارف. بس خلاص خلاص، بص 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 بص، انا عايزك كده تنشف عادي جدا ويخش عليها يا ابني. ما كله بيعمل
متجوزيني يا هند؟ متجوزيني؟ يحميك يا بلدي يا مصر يا غالية، وتعيشي مرفعة الراس، تفضل رايتك في السما عالية وناسك من أنف الناس. يحميك يا بلدي يا مصر يا غالية، وتعيشي مرفعة الراس، تفضل رايتك في السما عالية وناسك من أنف الناس. ليش اقتراك وجنودك حراس أرضك وحدودك، واللي عادي كده كل أبار، احنا ولادك وأسودك وقلوبنا يعني وجودك، الله عليك يا مصر الله. روحنا على كف ايدينا بس انتي اشارت فينا، ونموتنا عشانك موتنا حياة، مهما بنبعد بنجيلك علشان شاربين من نيلك، محفوظة يا مصر بعون الله. تحت الكلمة دي شرطة من الأفراد الشرطة ورجال الأمن في